تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجد. إذن أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام في هذا اللقاء التواصلي، واللي بدون شك غادي نخصوه المباراة ديال المغرب مع الباراغواي، وغندير واحد القراءة، قراءة خاصة بالمقابلة، قراءة خاصة بالنتيجة اللي خرجنا بها من جوج ديال المباريات، قراءة في اللاعبين اللي برزوا، اللاعبين اللي ما كانوا شاي ما برزوش واللي ما لعبوا شاي. حاولت ما امكن ندير واحد الاحصائيات، لانه الاحصائيات مهمه وعندها الدلاله ديالها، وتنحاولوا ما امكن نقراو في الفكر ديال المدرب. اذا كاينه المقابله كمردود تقني، وكاين الخلاصات ديال هجوج ديال المقابلات والتاثير ديالهم على المجموعه اللي غادا تمشي الكاس العالم. غير الا سمحتوا لي بغيت نبدا بواحد الموضوع، لان هذا موضوع يعني تنقول ضروري، ولكن ماشي هو اللي غنناقشوا. الا شي واحد بغى يناقشوا ما كاين حتى مشكل، اللي غنناقشوا هو الفريق الوطني ولا النقاش اللي كاين حول اللاعبين، حول بزاف ديال الحوايج. بغيت نهضر على القضيه ديال التواصل هو يعني هي صله الوصل ما بين اللعاب والمدرب، بيناتهم والمخاطب اللي هو الجمهور. وبزاف ديال الامور اللي تتكون مساله عاديه جدا تندير واحد الكلمه ماشي في بلاصتها وتتخلق لنا واحد المشكل، كما تيتلاحظ دابا بزاف على وليد الركراكي بانه قال ما خصش يقول، لانه مبدئيا خص الواحد ما يكون تيتكلم راه ماشي غير تنزلو ميكرو وتبقى يهضر بلا ما يفكر، خصو لما يتكلم يعرف شنو هي الرساله اللي غادي يوصلها، وقبل ما يقولها يقرا العواقب ديالها. وكاين بزاف ديال الحالات اللي تقالوا بحسن النيه، وانا من النوع اللي تنشوف شي واحد قال شي كلمه تنقول راه ما بغاش يقصد. علاش؟ لانه ما عندناش داك، ما تنربيوش اللاعبين او ما تنعلموهم شاي الكيفيه باش يتواصلوا. حيت هاد العمليه لما تنقول دابا خلاص كوتش مونطال وخاص راه كاين ناس يعلموا الرياضيين كيفاش يتخاطبوا. لما تتلقى واحد الوليد ديال التنس عنده 17 عام وتتحدث على عند الملايين وتتلقى بان الكلام ديالو موزون وحده مورا وحده، راه داكشي راه ماشي راه اللعابه ما تيكونوا اصلا ما قارينش، ولكن تيسول تيقول لهم تكلموا، شكروا المنظمين، شكروا لي سبونسور، شكروا لي راماسور دو بال، شكروا الجمهور، شكروا المدرب ديالك، شكر مرتك، شكر، يعني تيعلموهم هادشي هذا. داكشي باش تلقاهم تيتكلموا هادشي بطلاقه، حيت مدربين حنا ما عندناش هادشي هذا، تيحطوا الميكرو وتبقى يتكلم واش يقول الله اعلم، من بعد ما تيخرج يقول الله ما عرف شنو قلت، لا انا ما قصدتش بها. اذا خاصنا هاد العمليه انسان يرد البال، كما عبدو ربي تنرد البال لما تبغي نقول الكلام وتنخاف يكون عنده واحد التاويل، تتحاول ما بقى تشرح وتقولها وتعاود تشرحها، وكاين اللي غيقتنع كاين اللي ما يقتنعش، ولكني وزن الكلام. اذا الاذاعه والتلفزيون خصوصا يعني الكلام اللي تيخرج هما اللي تكتب ما كاينش تصلحوا. اذا الكلام خص واحد يوزن. تنهضر هادشي هذا على اللاعبين وعلى المدربين وحتى على المسؤولين لما تيكونوا تيتواصلوا. قراها المسؤول خصو يهضر بدبلوماسيه، ماشي يهضر بداك الهضره اللي تتجرح، لا الانسان يكون عارف اش يقول. خليني نعطيك واحد المثال بسيط وممكن نطبقوه على جميع الحالات باش نقولوا بانه اللي بغى يتكلم يوزن كلامه. لما تنسمع مثلا، انا تنسمع مثلا شي لعاب تخسر مقابله وتيجي تيقول انا تنوعد الجمهور بانه هاد السنه ان شاء الله غادي نفوزوا في المقابله، فغنفوزوا باللقب، والمقابله الجايه غنعوضوا للجمهور وغادي ننتصروا. شكون اللي قال لك غتنتصر؟ قول اودي غنبدل مجهود، وحنا مستعدين نبدلوا مجهود، ماشي هاد العام غنعوضوا للجماهير بالفوز. ملي تتلعب المقابله الثانيه وتتخسر اش تقول للجماهير؟ بحال كذبتي عليهم. حيت انا عطيت غير مثال، راه كاين بزاف ديال الحالات اللي خص الواحد ما يضبطش فيها وما يلتزمش، ما كاينش الالتزام في الرياضه، ما كاينش اليوم غننتصر. انا تنشوف شي لعاب ماشي تيخاف من الجمهور،
تيقولوا الجمهور يتقلق علينا شو غنقولوا ان شاء الله. هو تيهضر ما كاع ما وزن هو يتكلم ان شاء الله الاسبوع الماجي غادي ننتصروا باش نعوضوا الجمهور. انت ضمنتي راسك غتنتصر كاينش. لما تنشوف لعاب ديال التنس حيت علاش نقول التنس حيت هذا يعني المصير ديال المقابله تيتعلق به هو ما تيتعلقش ب 11 لعاب غير بواحد هذا غير واحد دراسو وبامكانه يقول انا غنتصر تيقول لك اودي غدا ان شاء الله الا تيقولوا ان شاء الله المهم انا تنقول لها تيقولوا غدا الا لعبت مزيان بحال اليوم غنربح الا لعبت مزيان ياك انت راه غتلعب راسك على ما تلعبش مزيان لا حتى شي واحد ما ضامن انه غيلعب مزيان ولهذا حتى في الكره والتصريحات وشي رئيس اللي يجي يقول اليوم انا غاد السنه غادي نرد غنجي نجيب الالقاب شكون اللي قال لك انا سأنافس خليها سأنافس من لقب حتى شي واحد اذن خصنا نفهم يعني نديروا روسنا ما تنفهموا نهائيا الفريق ا سيفوز باللقب بي الرئيس ديالو سنفوز باللقب سي سنفوز باللقب شد واحد غيفوز باللقب خلينا نكذبوا اذن سننافس اذن انا عطيت غير مثال هذا مثال وكاين بزاف ديال الحاجات اللي يمكن تذكروا عليها لما نجيو نتحدوا قدام الكاميرا ولا قدام الميكرو ولا مع صحفي نعطيو التصريح خصنا نوزنوا الكلام ديالنا لانك شي عنده تاثير راه عنده تاثير عند الجمهور حيت الجمهور لما الواحد تيقول لك راه قالها الكابيتان راه قالنا غدا غنربحوا حيت الكلام ديالو يعني موثوق ماشي الكلام ديال شي واحد عادي ولهذا تنقول لكم بان الواحد اللي تيكون الاسم ديالو معروف يقول شي حاجه يقول شي حاجه اللي مؤكده الحاجه اللي ماشي مؤكده نقول دي محتمل ان هادو يربحوا محتمل نجي انا نقول لك لا اليوم الفرقه ديالنا هي اللي غيربحوا غدا لا مضمون شكون يضمنها اذن هذا الكلام هذا هو اللي بغيت نقول بان الفن ديال التواصل راه ما عندنا شي عند فرق ديالنا الاغلبيه اللاعبين ديالنا ما تيتواصلوش مزيان ماشي الخطا ديالهم هما تيبغيو يرضيو الجمهور ونقولوا شي كلام اللي تفرحوا والكلام اللي يفرح راه ماشي بهذه الطريقه هكا كان يفرح حنا سننافس تعلموا انه سننافس وان شاء الله نطلبوا الله لانه غدا ان شاء الله نكونوا مزيانين حيت ماشي بين يديك انت تكون مزيان والاخر ما كانش مزيان والحارس دخل الكره بين رجله كدير ليها غتمحيها فيه لا كره القدم او اي رياضه ما فيهاش العمليه ديال انه اراه غادي ندير سنفوز كانش داكشي علمه عند الله اذا الا كان لعب واحد ما عارفش راسو واش غيكون مزيان فمالوك ب 11 لعب هاد القضيه هذه خصني نبقى مره نذكروا بها حتى على الاقل ما نكونوا تسمعوا شي تصريحات نسمعوهم ونوزنوهم لانه الجمهور تيرد البال للكلام اللي تيتقال ولما تيقولوا شي مسؤول تيبقاو شادينوا عليه ولهذا بغيت ندير هذه الاشاره لانها فيها افاده هذا هو طيب نجيو للمباراه ديالنا المباراه ديالنا كانت صراحه انا شفت واحد المقابله كيما بحال تيقول لك دونسي يعني بحال الكسان ديال المنشار طالعه هابطه شويه تيلعبوا مزيان تنزل ما عندهاش واحد الايقاع مسترسل ما كانش واحد الايقاع مسترسل هذا بصفه عامه يعني مره تتلعب واحد 4 دقائق مزيانه عاوتاني تنزل والسبب ديال هذا الشيء هذا هو انه انا من الناس اللي تنقول لكم خصنا داك اللاعبين اللي تيكونوا يعني مبادرين تيقصدوا المدافعين تيراوغوا ولما شت بوفال قلت ما كاين حتى مشكل بحال هذا اللعب هذا يصلح لينا ولكن الا كان عندنا بوفال وكانوا عندنا ثلاثه ديال البوفالات اخرين في الفرقه ما بقاتش صالحه الا غنبقاو لاعبين كل لعاب خصو ولا بد يدير داك الليميرو ديالو لا ما صالحاش في كره القدم اللاعبين الاخرين خصهم يعني يوظفوا اللعب الجماعي اكثر من اللعب الفردي اللعب الجماعي خلينا نقول وظفناه في واحد الفترات قليله في المقابله خصوصا على مستوى الخط الامامي باش نرجع اللاعب مايل اللي عوض النصيري مايل اللي عوض النصيري بقى معزول بحاله بحال كما كان معزول يعني النصيري مايل كان داخل منطقه الجزاء يحسب له على انه منين درنا واحد جوج ديال العمليات وصلنا للكره وحده كان غيسجلها رجع الحارس والثانيه حتى هي كان غيسجلها ضاعت وعاد الكره ديال الراس اللي ما ضرباش هي مزيان تتحمل فيها المسؤوليه كيف ما كان الحال المهاجم تيضرب بالراس خصو بحال ديك الكره تدخل اذا العمليات اللي كانت او اللي سمح لي اللي سجل وترفضات يعني الا لاحظتوا بانه منين اشرف حكيمي توغل في منطقه الجزاء بداك عمليه ثنائيه ودخل ومرر مثل هاد الكرات هادو لو انه درناهم في المقابله 7 المرات ولا 8 ولا 12
ممكن نسجلوا، ولكن الا غنديروا غير جوج ما تيكون النسبه قليله وضعيفه جدا. وهنا غيتطرح الاشكال ديال واش عندنا مهاجم، واش هو اصلا ماي مهاجم اوسط او لا، او انه غير توظف تما كنهضر لي ما عندنا شي لاعب في المستوى ديال باش يكون هداف ولاعب يشارك في العمليات وهداف. إضافة لكون أنه الفريق ديال الباراغواي أفضل من الفريق ديال الشيلي، يعني منضمين تلعبوا ماشي داك القوة الكبيرة، ولكن جاتهم كرة واحدة يعني داروا محاولات، خصوصا في الشوط الثاني كان الإمكان تسجل ولا تدخل ديال بونو. يعني القراءة التقنية ديال هاد المقابلة هذه خليني نقول بأنه الإيقاع ديالها كان أبطأ، لأنه التشكيلة اللي دخلت هي تقريبا نفس التشكيله باستثناء جوج ديال اللاعبين ديال الحارس وديال ماي، خروج ديال املاح ونصيري. خليني نقول هاد التشكيله بهاد الدخله هادي اللعبه بحال يعني هما كاين اللي عارف راسهم يعني غادي لكاس العالم، ولكن غير من باب انه التاكيد حنا ديال الفريق الرسمي هو هذا اللي دخل الجوج اللي فيهم ماشي الشك غير في الرسميه هما لا الفريق الاول ولا الثاني غادي يدخلوا، فهذا الشيء ساهم. خلي نقول ايضا حتى التخوف من الاصابه، لانه حنا وصلنا لاخر المقابله، صعيب الانسان ما تنقلبش على الاعذار، ولكن تنقول بانه ما كانش داك الاندفاع اللي كان في المقابله الاولى، اللعب تيقبطوا كرات يمشيو ثلاثه ولا لا، كان اقل. ولكن على العموم اللي عاجبني انا في اللعبه كفار فرضيات المهارات التقنيه عندهم الاغلبيه، كان واحد نوع من التباطؤ على مستوى وسط الدفاع، يعني في وسط الدفاع يعني وسط الميدان الدفاعي، اما رابط بوحدو يمكن بحال ما زدتش راسو تيضيعوا الكواري. الاكثر من هذا هو انه ما كاينش شي لعاب ديالنا ما ضاعتوش الكره، اما بسبب المراوغه واما المهم ضاعوا لنا الكواري كثار، وهذا الشيء هو اللي خلى الصوره ما كانتش يعني 100% مرضيه. ولكن على العموم انا خصنا نتفائلوا، لانه الفريق حس بانه كاين لاعبين كاين الامكانيات، لو انه باقي عندنا واحد الربعه ديال المقابلات ولا خمسه ممكن يكون الانسجام اكثر، ولكن لا طلع هذا الشيء اللي كاين. طيب انا غندير واحد القراءه في اللاعبين، اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بانه الحارس والدفاع حتى واحد ما تغير المقابله الاولى والمقابله الثانيه. بونو حكيمي مزراوي وداري وسايس الوحيدين اللي لعبوا 90 دقيقة في 90 دقيقة، بمعنى أنه مستوى الدفاع أمور محسومة. زياش لعب 90 دقيقة في 83 دقيقة، تقريبا نعتبره بأنه لعب كل شيء. أمرابط 80 دقيقة في 83 دقيقة. بوفال 72 في 75. أوناحي 66 دقيقة 60 دقيقة. حارث 25 دقيقة في المقابلة الأولى و60 دقيقة في المقابلة الثانية. املاح لعب 66 دقيقة في المباراة الأولى. ماي لعب 60 دقيقة في المباراة الثانية. شديرة لعب 25 30. تقريبا نفس الشيء بالنسبة للصابيري 20 30. أبو خلال 20 دقيقة ب 10 ديال الدقائق. بالهندة لعب 30. الزلزولي لعب 10 دقائق و15 دقيقة. الشاعر لعب 8 دقائق في المقابلة الثانية. اللعابة اللي ما لعبوش نهائيا المحمدي، زنيتي، تقناوتي، اليميق، الحدادي، عطيت الله، سامي مايل، كعبي، بانون، موفي ورحيمي. من خلال المقابلة ديال البارح راه اي واحد ممكن يدير واحد القراءة في اللاعب اللي غادي يمشيو بالنسبة لهاد اللائحة. الا كان شي لاعب غيضاف خارج هاد اللائحة ما اللي عنده يعني كنسميها المطالب الجماهيريه هي الحمد لله، من غيرهم ما كاينش شي لعاب اخر اللي تيتذكروا عليه الناس. باستثناء هذا الاسم اللي ما لعب حتى شي دقيقه، تتقول اودي واش ما لعب حتى دقيقه في مباراه الوديه غيمشي لكاس العالم؟ هذا تساؤل. ولكن تلقاو بانه هاد اللعبه اللي ما لعب فيهم حتى شي واحد فيهم مدافعين، وحنا عندنا اربعه ديال المدافعين ما لعبوا شي سبعه ولا ثمانيه باش نقولوا راه عندنا المدافعين، عندنا اربعه. يعني ولا بد خصك واخا شي واحد ما لعبش من هادو خاصو يمشي، ماشي واحد ماشي جوج،
واش غتدي جوج واش غدي ثلاثه واش غدي شي واحد من جوج ديال المدافعين الاوسط او غتدي موفي او غتدي عطيت الله؟ هنا فين كاين التساؤل. اما بالنسبه لوسط الميدان تيظل وسط الميدان محسومه فيه الامور، وحتى بالنسبه للخط الامامي، الخط الامامي عندنا فيه فائض، نفس الشيء بالنسبه لوسط الميدان، يبقى الاشكال غير في بالنسبه للمدافعين. بالهندا سهل على المدرب الامر حيت كان غايب، ما والشكل ديال بالهندا اللي تنعرف انا شت راجل يعني بحال يعني بحال اللي غايلعب في ذاك المباريات ديال قدماء اللاعبين، يعني الشكل ديالو ولا ثقيل، واللي كانت فيه جميل هو انه كان رشيق في اللعب ديالو. الان ما بقاش عنده الامكانيات باش تقول بانه غادي يلعب هذا كاس العالم، لا اعتقد، يعني بعيد كل البعد. الصبيري ذكرني ب اللاعب دابا نذكر الاسم ديالو ونذكره، تيلعب مزيان في وسط الميدان، يعني على مستوى وسط الميدان دفاعي ارتكاز تيلعب مزيان، ما يعني تيظل ليا لعاب اللي خصها تمنحو الثقه، غير واش مباشره في المباريات الرسميه الكبرى. المهم انا بالنسبه لي بانه باين عنده امكانيات مزيانه. إذن إلا بغينا ندير واحد العامية ديال اللاعبين اللي غادي بلا ما نبغيش ندخل أن نعطي أسماء، ولكن أنا بالنسبة لي الأمور سهلة الآن، يعني خاصك دي واحد ثلاثة ديال المدافعين الآخرين، ما ثلاثة حنا عندنا بالنسبة للمدافعين شو كاين ليميق عطيت الله بنون وموفي، أربعة يمكن يمشيو منهم ثلاثة، لأن ولا بد خصك شي واحد كمدافع اللي يمكن يكون مدافع ايسر وعطيت الله، او موفي اللي تيلعب كمدافع ايمن، ما عرفتش الامكانيات ديالو انا صراحه. وخاص ولا بد شي واحد اللي يكون او جوج على مستوى وسط الدفاع، لان تيمكن يكون اوراق صفر، تيمكن ورقه حمراء، تيمكن الاصابه لا قدر الله، اضافه لجوج ديال الحراس. اما انا بالنسبه ليا مثلا رحيمي تنشوف بوفال، ابو خلال، الزنزولي، شديره، نصيري واخا في يعني الملاحظات عليه لما تيقول بانه غيمشي معايا حنا حسبناه مشى معاه. رايان مايي، زياش، تيبقى هاد المجموعه فيها الكعبي ورحيمي والحدادي، باش يمشي واحد فيهم شغال خصنا نحيدو من هنا من هاد الناس هادو، لان الهجوم ما يمكن لك واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته كاينين سبعه غتحيد باش دير كعبي ورحيمي والحدادي، تنديرو هذه غير قراءه ديال شي واحد متتبع. ما انا ما نكرش هاد اللعابه، كاين اللي يقول لك لا عطيهم الفرصه، علما بانه حنا قلنا دابا الفرصه راه مابقاش الفرصه بالوقت ديال انه يعني الوقت ديال ماشي تجرب، الوقت ديال انك تقلب على الفريق. انا تذكرت عصام الراقي، هذا صابيري يعني تشبه العصام الراقي في الاوج ديال البدايه، ملي كان بنفس الطريقه عنده امكانيات كبيره. إن هذه بعض القراءات اللي درت. المهم انا بالنسبه ليا هو انه اللاعبين اللي كاينين خاصو يتوظف اللعب ديالهم بشكل جماعي افضل، وسنكون احسن يعني كلاعبين الفريق. ما 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 ماشي شي فريق اللي غادي يبان ليا بانه غادي يكون ما قادرش يكون عنده رد فعل، يعني حتى لعبتي مقابله وكنتي خاسر تتشوف انه هاد اللعابه قادين يعني كي قادين يردوا، الا جاتهم الضربه يردوها. اللي صعيب هو انه يكون عندك واحد الفريق تحس به بانه ما قادرش يقاوم، تيظل عندنا اللعابه اللي يقاوموا. كاين اخطاء على مستوى التمركز، هذه مسائل ديال المدرب، ولكن على العموم اللعابه ما كاين اتفاق على انه اللعابه كلهم. طيب نذكر بالارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج، الارقام ديالنا هي كالتالي 0526-666-066 0526-666-067 0526-666-068 أعيد 0526-666-066 0526-666-067 0526-666-068
68 غادي نلقاو بانه تم استعمال 20 لعب هاد 20 لعب اللي تم الاستعمال ديالها الى حيت بالهندة 19 مضمونين تيظهر ليا ما عرف هاد 19 مضمونين لانه ما تم تيلعبوا يعني 19 مضمونين غيبقى لنا سبعه ديال اللاعبين شكون غادي يكونوا من 11 داك ال 11 اللي بقاو غادي ديهم جوج ديال الحراس الدفاع ما تغير حتى شي واحد اللاعبين ديال وسط الميدان كلهم شاركوا الى اعتبرنا الحدادي لاعب ديال الخط الامامي اذا فيه فائض بحالو بحال الخط الامامي اذا الا بغينا ندير واحد القراءه بسيطه جدا راه اي واحد فينا ممكن يقول اودي بان اللاعب اللي يمكن يمشيو هاد اللائحه ديال 19 لاعب غادي زيد عليها جوج ديال الحراس غندخلوا في 21 غيبقاو خاصنا خمسه ديال اللعابه غتاخذ منهم يمكن ثلاثه ولا اربعه ديال المدافعين لان ما الشيء اللي كاين يمكن تضيف واحد من الخط الامامي شكون يكون الله اعلم لانه هذه غتكون على حساب يعني التصور ديال المدرب التصور ديال المدرب كاين شي اشكال طيب اذا هذه هي غندير واحد القراءه في التفاعلات ديال المستمعين ريت ما ناخذوا المكالمات ديال المستمعين ناخذوا ترتيبات اخيره باش ناخذوا المكالمات ديال المستمعين بزاف ديال انا غنشوف اول حاجه يقول حسن حمد الله لعب كبير لا ما داك الوصف لا ما لعب كبير خليه واخا يكون يمكن يكون عنده كيسميه كاركتير ديالو الشكل ولكن تنحكموا حنا على اللعب سعيد يقول الله يرحم الصديق ديالك عبد الفتاح حراق الله يرحمه ويوسع عليه حراق ديالنا صديق ديالنا اشتغل معنا هنا في هذا الاستوديو في راديو بلس مده لا باس بها السلام عليكم انا احبك في الله بارك الله فيك سي الراقي يوسف الله يجزيك بخير بارك الله فيك شي واحد يتحدث على شي مسؤول لما هضرت على التواصل راه مهم بزاف واحد يقول الكلام خصو يوزن الكلام ديالو الثقافه الرياضيه يلزمها العمل عليها صحيح سي عبد المجيد ميسي وعد بان كاس عصبه الابطال ستعود لكامب نو ولم يفي بوعده شوف اي واحد يقول لك انا غادي ندير غير هي لما تكونوا جوج بس نوضح واحد العمليه هادشي راه ماشي في بزاف ديال التفسيرات عندك جوج ديال اللعابه جوج فرق تيلعبوا واحد تيقول غدا غادي نفوزوا الاخر تيقول غدا غنفوزوا واكيد واحد فيهم غير يفوز مساله بسيطه جدا يعني ما عاديه غير اللي قالها راه ماشي قال حيت قالها وفى بها حيت الظروف ديال المقابله جات هكاك ماشي حيت هو الا انت عارف بانه هاد المقابله غتفوز عطينا النتائج ديال الدورات ب 30 لا تبقاو تسناو حنا حتى الدوره 30 قول انا غنربح انا ما غنخسر انا غنتعادل لا كره القدم قول فيها الحاجه اللي خصها تقال انا غنبذل مجهود واش تربح ولا ما تربحش علمها عند الله كاين بزاف ديال الاعتبارات كاين اخطاء تحكيم كاين بزاف ديال الامور المهم دير جهدك قول الكلام اللي ما تحاسبش عليه هذا هو القصد ديالي طيب عندي بزاف ديال المكالمات ناخذوا المستمعين حاولوا نكونوا سراع شويه ونبدا مع السي مصطفى من امريكا سي مصطفى مساء الخير السلام عليكم سي سعيد نعم سي مصطفى مرحبا كلشي بخير لاباس عليك الله يبارك فيك سي بارك الله فيك سي سعيد المنتخب راه كاين حاجه اللي خاصنا سي سعيد خاصنا القناص هذا الله يجيبه الشيء اللي غنقول لك ماشي زعما منتخب كان سي سعيد خاص لي يكمل عطيش انا اسمع لنا مشكله سي سعيد حاجه بالبارطه جاب داك ديال الالما ديال من بايرن ميونخ يعني كل شيء كاين راك شتي البارح مقابله راه شي واحد اللي
يعني راه زياد راه كيحطكوا عليه في الراس ولكن راه خاصك تخدمها سي سعيد يعني بلا ما هادشي اللي غنقول لك سي سعيد تحيه للمشرف. شكرا لك بارك الله فيك. وشوف راه الاحساس ديالك غيكون الاحساس ديال المدرب هو اللي خصو يلقى الحل. سي حميد الدار البيضاء نعم شكرا شكرا لك سي سي مصطفى وشكرا ايضا على الاختصار الله يجزيك بخير. شكرا سي حميد من الدار البيضاء. سي حميد مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا سيدي. اول بعدا نتمنى نطلب الرحمه لسي عبد الله الحراق اي الله يرحمه ويسع عليه اللي كان كيشكل واحد من راعي الجيل الذهبي ديال الصحافه الرياضي اللي كان تقريبا المدرسه ديالنا فوق على المدرسه الشرقيه هذه الاولى. على الصابري انا ربما اللعب اللي تبقى كان صعب كنظن غتقارني بالعزوزي انا جاي بحال العزوزي اللي كان في جيل 92 اها ممكن نفس تكوين ديال المدرسه الالمانيه. المهم عندي واحد ثلاث نقاط سي سعيد. لا غير بسرعه عفوا حيت سمعت لا تنطلع. المهم غير لا ما تخافش بسرعه. النقطه الاولى على المقابل المقابله ما كاين الايجابيه ديالها اكثر من المقابل ديال الشيلي. لان المستوى الضربي الخصم عرى بعد العيوب المنتخب الوطني. اللعب الاول هو ان حارث ما يمكنش يلعب هو زياش وبوفال. ما كيعاونش دفاعيا الوسط. وبان لي بان المهمه دابا سالت على السي وليد انا الوسط خصو يتشكل من اوناحي الصابري واللاعب المرابط ولو ان المرابط كيبقى هو الحلقه الاضعف لانه هو شي مستحيل وما كيخرج كره دغيا وتضيع له بيسو ضاعت الميراون ملي كتضيع له بيسو كتضيع له كره العوتي اللي خاص المنتخب هو ذاك اللاعب ديال وسط الميدان اللي عنده لمسه الاخرق ولكن عند الشاعر بعده لان بعد شي بان لا زياش ولا بوفال كيغرقوش في الفرضيات. اييه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللاعب داري. داري شفنا المستوى ديالو ديال البارح كان أفضل من أكيد اييه. وربما هو غطى على اللاعب سيس. هذه واحد رسالة نوجهوها للاعبين ديال اللي كيفضلوا الخليج. بحال دابا مبارك اللي مشات في مدرسة الخليج. هذه رسالة ها هو مشى الفريق ضعف من الفرقة ديال الوداد البيضاوي ولكن من هنا العام ولا عامين فكون اكيد بان داري راه غادي على الخطه ديال نعفا كرد راه ربما غير بحماديا ورياضيا. اكيد اكيد. النقطه الثالثه والاخيره غنرجع للتصريح ديال الركراكي او كنسمي انا السقطه ديال الركراكي باش قال بان النصيري سواء لعب او سجل او ما سجلش غيكون في المنتخب. هذه كنشوفها رساله سلبيه لباقي المهاجمين يعني يقول لهم واخا تجتهدوا وتسجلوا راه بعدا النصيري ضامن المكانه ديالو غادي للمنتخب. وعطى مثال بنزيما قال لك بنزيما كان كيخدم على اللاعبين ولكن بنزيما شكون كان كيلعب حداه؟ راه كان كيخدم معاه غاريث بيل ورونالدو عندهم حس تهديفي. اما احنا زياش وبوفال ما عندهمش حس تهديفي. وديك تاجيرو ديال في 2018 كان كيخدم لغريزمان ومبابي. هادو هما النقاط. شكرا لك بارك الله فيك. هادشي باش قلت بانه الانسان يوزن الكلام لان راه ما عندها حتى معنى انت سجل ماركي عاد نعيط لك وانت واخا ما تمرقش غنديك الواحد غتلقى الا بغيتي تدافع على النصيري ما كاين حتى مشكل من حقك انت المدرب تختار ما حتى شي حد ما يحيد لك ولكن الاشارات خصها تكون يعني بواحد النوع من اسميها قراءه في العواقب ديال التصريح. سي رضا من مكناس. سي رضا مساء الخير. وعليكم السلام سعيد كي دايرين؟ مرحبا سي رضا. مرحبا. معك رضا مكناس. مرحبا. عندي واحد الملاحظات اولا على المقابلتين. تنظن لو انه تبدل الترتيب ديال النتائج يعني كون كانت الماتش الاول باراغواي وشيلي تنظن التعليقات كتكون مختلفه على على الاستنتاج العام. هذه الناحيه. ثانيا غير بغيت نشير للاتيتيود ديال الجوار تنظن هي اللي كانت الربح. حنا ما كنهضروش على النتيجه دابا كنا تنبحثوا على لاتيتيود تنشوفوا واحد الروح وطنيه واحد الروح قتاليه في اداء ديال اللاعبين. بالنسبه للماتش ديال البارح سبيسيالمون بلا لاحظتي معايا سي سعيد كان الخروج بالكره فيه مشكل. الخروج بالكره تنظن في الماتش الاول كان تيعاونوا مزيان لي زاريير يعني اشرف حكيمي وزراوي. البارح ما كانش هاد الخدمه هذه ما كانتش تنظن لحقاش ناقصه كيمياء بينهم بين لي جوار ديال الميليو التيران هذيك المثلثات ما كانوش مزيانين وهذا الشيء اللي كان عثرنا شي شويه مع الباراغواي. سينو بالنسبه لي الماتش الاول والماتش الثاني بجوج فيهم لاتيتيود مزيانه وقدروا يبنيو عليها والفوتبول المودرن ما كتهتمش على التسعود في البيت. لا حتى الهدافه اللي كانوا ديال يعني السنوات الاخيره غالبيتهم تيكونوا سوا ديزيريي سوا ميديو تيران يعني ماشي بالضروره خصنا حنا التسعود اللي تيجيبها في الشبكه. وتنظن حتى وليد الركراكي منين دافع على النصيري غير يمكن ردات فعل على القوه ديال الهجوم اللي على النصيري بحال بغى
يديفوندي ويسي لو سي امبورتي لدرجه انه حتى غلط صراحه باش انه عطاه اكثر من حقه وعطاه بحال واحد الدفاع اللي غير مشروط. لا يدافع عليه ما كاين حتى مشكل ولكن غير ماشي واحد دافع عليه واحد سي لو سي امبورتي. ايوا حسيت بها انا بحال يعني ما كانش ديك الكلام يبغى يوجه ماشي الميساج يبغى يقول ولكن بغى يقول باللي الفو ديفوندغ واحد اي بغى يدافع عليه ودافع عليه بشكل يعني قوي بزاف اكثر من القياس. ايوا على كل حال يلا شكرا سي رضا بارك الله فيك. سي عادل من فاس. سي عادل مساء الخير. مساء النور سي سعيد. مرحبا سي عادل تفضل. تحيه ليك الصحافي الاخير والصحافي الصحافي الغزال. الله يحفظك اسي الله يطول عمرك والله يزين يمك سي سعيد. الله يزين يمك وشات معك المتعه كره القدم. لا المتعه كاين احنا من منبركم الكريم. شوف سي سعيد. نعم سيدي. جوج القيطات بالزربه انا تفرجت لك وشوف سي سعيد بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا ونغطيو الشمس بالغربال. شوف خصنا اتاكو يكون في المستوى ماشي تجيبني مع كرواتيا وتجيبني مع بلجيكا وتقسي بوفا تحني لي راسك هذاك الشيء راه ما كيرحمش. فهمتي يا سي سعيد انا كان نتصلت بعض المستمعين بعثت واحد تيهضر ما كيرجعش احنا خصنا هاد المقابلات اللي لعبناها مع سي سعيد خصنا نستافدوا منهم اكيد. ماشي تجيبني مباراه ديال مباراه اللي هي عندي اهم. فهمت سي سعيد وتجي انت تقدري بلي تحني راسك او وهذاك السيد اللي قبلت راه تيموت هذاك راه تيموت عرفتي منين طلع راه طلع من وسط الميدان طلع تيجري باش كيقابلك باش خصو يضرب بالراس او برجلين وانت كتقدري بلي يضرب لي سي بوفال مع كل احتراماتي سي بوفال وواحد النقيطه اخرى سي سعيد كنظن انا من هذا المنبر ديال راتي بلوس كانت الا كان السوق جاع تيتصنت لي خصو السوق جاع والسي المدرب يديروا واحد الجلسه مع حمد الله شنو كاين اولدي علشان غنطلق المنتخب وما تجيش يعني بغينا نشوفوا هذه النقطه هذه علاش سي سعيد راه تبارك الله السيده صاحبي تيضربها برجليه تيضربها بيدو تيضربها بجبهته باش ما كان تيضربها تيماركيها المهم وصلها للشبكه راه سي سعيد خصنا كاين خصنا الفينيسيو هذا اللاعب ماشي كنقولوا حنا سي سعيد ايوا يكون خير ان شاء الله نطلبوا على الخير نطلبوا على الخير باقي الوقت باقي الوقت شكرا لك بارك الله فيك سي عادل بارك الله فيك مشي عند السي محمد من اكادير. سي محمد مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا سيدي بارك الله فيك تحية ليك بعدا مرحبا وفي الحق استحقنا لك كمعلق رياضي لانك الله يحفظك سي بارك الله فيك راقي جدا يعني انا كنعتبرك المعلق رقم واحد في الوطن الله يطول عمرك الله ودي بارك العفو بارك الله فيك. انا الكلمه اللي بنتناولها هي فيما يخص المدرب تعيين ديال المدرب. انا اللي كنت اتصلت بك واحد النهار على في البرنامج ودويت لك على انه الاختيار ديال المدرب المحلي احسن من الاختيار ديال المدرب الاجنبي عطيتك واحد المجموعه ديال الارقام الا كنت كتذكر قلت لك في مده ديال 24 سنه الجامعه عطات 9 الفرص للمدربين الاجانب مقابل 2 الفرص للمدربين المحليين اللي هما الطوسي والزكي وفي هذوك 2 فرص وصلنا للنهايه في كاس افريقيا. واخا نمشيو بلا ما نعاودوا الشيء اللي قلت شحال هذه نمشيو دابا للفكره الجديده اللي عندك اللي على الممارسه. اللي بغيت نقول الان هو ان الاختيار ديال الركراكي الاختيار ديال الركراكي الان الى جينا ندققوا الوقائع كيف وقعت كيف هي راه الاختيار ديال الركراكي راه من طرف الجمهور والصحافه. انا كنت نتمنى تكون عند الجامعه واحد الرؤيه مدروسه حول اختيار ديال المدرب. الان الركراكي فرض نفسه لانه بين النتائج. هنا الى رجعنا مثلا للزكي ما بينش النتائج اللي بين الركراكي دابا بينما تم اختياره وحنا وصلنا للنهايه. لا بسمح لي شنو المشكل اللي كاين عندك بالنسبه لك؟ شنو الاشكال اللي عندك؟ الاشكال اللي كاين عندك؟ الاشكال اللي كاين انا جاي الاشكال اللي كاين هو فقدان الجامعه واحد الرؤيه مدروسه حول عمليه اختيار المدرب. ما فهمت والو. انا كان نعم ما فهمت والو. دابا انت بالنسبه لك الركراكي ما صالحش. انا نوضح لك. لا ما لا اسمح لي واش الركراكي ما صالحش؟ لا بالعكس. ايوا شنو يا ودي انا كنقول لك الاختيار ديال المدرب الاختيار ديال المدرب المحلي خير من الاختيار ديال المدرب الاجنبي لانه انا عطيتك ارقام تسعه ديال الفرص في المدربين الاجانب وما وصلناش للنهايه ما وصلناش حتى لنصف النهائي ديال كاس افريقيا وقابل 2 الفرص وحده ديال الطوسي وحده ديال الكراكي ديال الزكي. اذا فين المشكل سي محمد؟ فين المشكل دابا؟ المشكل فين كاين؟ انا قلت لك انا نعاودها لك المشكل في
غياب واحد الرؤيه. شنو هذه الرؤيه اللي غايبه؟ اعطيني هذه الرؤيه حيت انا ما فهمتش هذا الكلام. اسمع اسمع لي اسمع اسمع سي محمد وغير اسمح لي الله يسر عليك باش نتفاهموا. راه مثلا ماشي حصرك انت خديتي اكثر من الوقت. انا غير هذا الكلام الكبير غياب الرؤيه بغيت نعرف شنو هذه الرؤيه اللي غايبه وما عينو الركراكي وانت عاجبك الركراكي. شنو هي الرؤيه اللي غايبه؟ اعطيني الرؤيه اللي غايبه بالنسبه لك. انا قلت لك اللي اختار الركراكي الان اللي اختار الركراكي هو الجمهور والصحافه تكلموا عليه بزاف وتم الحديث عليه بزاف. هنا الجامعه شنو دارت؟ ترجمات هذاك الرغبه ديال الجمهور والصحافه على الارض الواقع وجبت الركراكي. مساله خايبه مزيان مادام الجمهور كل خايبه. أيوة. انا كنقول لك غياب واحد الرؤيه عند الجامعه. انا اسمح لي نوضح لك اشنو هي الرؤيه اللي غايبه غير باش نفهم شنو الرؤيه. الرؤيه صح هي انا بغيت نفهم الرؤيه شنو الرؤيه. هو ان تكون ملي كتختار واحد المدرب تكون بناء على معطيات. ايوا هذه المعطيات لقاوها في الركراكي هي اللي نعم لقاوها عند الركراكي. نعم القوى عند الركراكي بناء على الطلب ديال الجمهور المغربي. اييه ولكن الاختيار ديال خليل وزيت بناء على ايش؟ الاختيار ديال المدربين الاخرين، الاختيار ديال بحال بحال شوف شوف اسمح لي اسمح لي نرجعوا لهذاك الكارثه ديال روجيه لومير اللي الناس تاع كاس ما شوف سي محمد راه ما كاينش غير انا وياك الله يسر عليك لانه غادخل في واحد العمليه اللي ما لا ما فيها وغنولي بحال تندافع. راه جابوا جميع المدربين في العالم واش كاع اللي مشى لشي فرقه في العالم دار معها النتائج. راه هو تيجي مدرب كي 6 شهور كان تيكس عامين كان تيكس 3 سنين مدربين عادي والجامعه يمكن تغلط ونعتبرها غلطت 10 المرات. هادشي اللي كيفاش عبد الله امشي لك باختصار باش لا سي محمد سمح لي لان ما الاختصار 10 ديال الدقائق الاخوان تينتظروا. نص دقيقه كاس افريقيا ثلاثه ديال الالقاب جابتهم مصر مع مدرب واحد اللي هو شحاتة. ثلاثه الالقاب اللي جابتهم غانا مع مدرب واحد. هادو جوج مدربين محليين جابوا واحد ثلاثه الالقاب واحد ثلاثه الالقاب. شكون هو المدرب الوحيد اللي جاب جوج القاب اجنبي؟ هو رونار جاب واحد مع زامبيا واحد مع 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 الكوت ديفوار. هنا الله يجعل البركه سي محمد الاخوان الله يجعل يلا بارك الله فيك بارك الله شكرا لك. سي ابراهيم من طاطا. سي ابراهيم مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام سي ابراهيم. كي داير اخويا سعيد؟ الله يبارك فيك بارك الله فيك. التدخل ديال اخي سعيد باختصار على من يسار وبانقاذ الهجوم. بلاش نتمنوا ان شاء الله يجيبوا يستدعوا حمد الله 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 مزيان ما كرهناش حمد الله والعربي بجوج. أيوة. التدخل ديالي على من ينقاذ الهجوم اذا ما كان هذا ما كان والو اذا ما كان حمد الله ويوسف العربي هذا هما القناص الوحيدين اللي كاينين لنا في المنتخب. داكور. رسالة. نعم سيدي. الله يبارك فيك. قلت لك اخي سعيد نتمنى ان شاء الله يستدعوا لنا يوسف العربي وحمد الله. العربي وحمد الله نطلبوا الله لانه الناس يعني المدرب يقتنع بانه راه ما عندوش مهاجمين يجيب هذو الاخر يقول لهم اسمحوا لنا الله يعاونكم. هذو هما القناص الوحيدين اخي سعيد في المنتخب حمد الله الا فاتك حمد الله والعربي ما كاين والو ما كيحتق الناس. اييه يلاه شكرا. ولا يلا تحياتي لك. يلا شكرا بارك الله فيك. مشي عند سيد توزاني من الناظور. سيد توزاني مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. نعم سيدي مرحبا الله يبارك فيك. انا نختصر دغيا انا عندي جوج ملاحظات. انا بالنسبه للوسط الميدان كنفضل الصابيري والمرابط وناحي. الصابيري والمرابط وناحي. بالنسبه للبوفال مزيان حاجه واحده سي سعيد انت قلتيها كيش الكره في رجليه بزاف. لان راه الكره خاصك تعرف فوقاش تشدها فوقاش تطلقها. كاينه ولا ما كاينه؟ ايوه اكيد. وما بالنسبه للهجوم اللي كان ينفع المهم احنا المنتخب مفتوح لكل شيء. انا ما كنقول اجيب هذا ولا هذا. وبالنسبه للسير كراكي يخليه يخدم مفتوح عليه شويه راه التوحم يقدر يبقى في هذا المنتخب في الهضره بزاف. انا هذا هو الراي ديالي سي سعيد وشكرا. شكرا لك شكرا لك سي توزاني. غير قبل الفاصل ومن بعد الفاصل ناخذ المكالمات الاخرين. انا لما تنبغي نهضر على اللاعبين اللي عندهم الفرضيات عارفيني انا من الا كان عندي شي لاعب مراوي غنقول له انت يا شوف الا راوغتي ليا ما كاين حتى مشكل. المهم هذاك تتراوغ عندك الفنيه ديال المراوغه سير راوغ حيت بديو باش تراوغ. لما تتراوغ لعاب شي يوقع في الفرقه الا راوغتي لعاب راوغتي باللعاب يعني تتخلق واحد البلبله في الدفاع اي انه شي لعاب اللي تيكون حارس لعاب اخر تيسامح فيه ويجي لعندك لانك تجاهل عنده
وبالتالي هذاك اللعب اللي كان محروس يمكن له يدي بلاصه. راه لما تتيليميني واحد الجوه راه خص تعرفوا القيمه ديالها، خصوصا الا كان اليميتي مدافع ايمن ولا مدافع ايسر، راه تتوقع الخلخاله في الدفاع، داك الكوفرول تيخرج وتتولي مساحات في الدفاع. انا ما تنقول لكش راوغ لما يكون قدامك 11 لعاب، تتراوغ لما تيكون قدامك واحد اللعاب ولا راوغتي غتلقى مساحه، وانت عندك هذه الامكانيه ديال المراوغ خصك تراوغ، راوغ ما كاين حتى مشكل، ولكني ماشي لدرجه انه يكون عندي اربعه ديال اللاعبين ديال الخط الامامي برعه تيراوغوا، ما عندها حتى شي معنى. وحتى المراوغين ما كاينش شي واحد تيراوغ في العالم بحال اللي كان تيراوغ ميسي. ميسي هو الرقم واحد في العالم. الا لاحظتوا اش كان تيدير، يلاحظوا الناس التقنيين والناس الرياضيين اللي اللي ما تيشوفوا شي المراوغه، تيشوفوا ما ابعد من المراوغه، اش كان تيدير هو؟ كاين في اغلب الحالات تتعطيه الكره ما تحصلهاش، يرضى لك دغيا كانه ما تعرفش كاع يلعب الكره، يرضى لك ويرضها لك، تسمح اون ديفياسيون جايه رجعه، يعطيها ويعطيها لواحد الاخر حتى تيلقى ذاك المناسبه وتينطلق. علاش يلقى المناسبه؟ لما تبقى تدور الكره، لما تكون عنده الكره هو، راه ما عاد الا ترغم ولقى راسو في واحد المنطقه مضايرين به واحد مجموعه اللاعبين تيحاول يتفك منهم المراوغات، ولكن في غالب الاحيان ما تيلقاش قدامه مثلا اربعه ديال اللعابه تيقول انا غنجي ندوزكم بربعه، لا تيلعب الكره تيخليهم حتى تتولي واحد الانفراج في ذاك المنطقه وتيبان له واحد اللاعب بوحدو بحال كيما تيديروا السبوعه في الغابه مع ذاك الغزلان، تتعزل شي وحده بوحدها تيقبطوا تمشي راوغ الاول والثاني، يعني خص تكون عنده ذاك الحس ديال المراوغه وقاش نعملها. وثانيا اللعابه ما تيكونوش عارفين وقاش غتراوغ، الا انا بوفال فين ما يشدها غيمشي يراوغ سهلت الامور على المدافعين راه غادي يراوغ، الا هو لعب الكره اربعه ديال المرات عاد راوغ ما بقيتش عارف واش تيراوغ ولا غير تيلعب الكره. اذن هاد العمليات اللي تهضروا عليهم تيبانوا بحال سهلين هما تيوظفوهم على المستوى الاوروبي وتينفعوا، تيديروها بزاف ديال اللعابه ماشي واحد ماشي جوج، راه حتى فينيسيوس ولا يدخل لهاد العمليه هادي، تجي الكره تيردها تيجد ردها واحد الوقت تجي الكره تيبان له قدامه غير واحد تيقول جابوا الله بوحدو، ولكن لما تتكون الكره عنده وقبلته ثلاثه ولا اربعه ديال اللاعبين تيقول لا دزت الاول غير ديالي الثاني، لا تتلعب لعبها. ايوا هادشي هذا خصو يتقرا والمدرب خصو يقرا واش اللعبه. فاصل ثم نعود بالمستمعين والمشاهدين الكرام على اتي راديو بلوس، وحنا تناقشوا مع المستمعين ديالنا الفريق الوطني المغربي على ضوء جوج ديال المباريات اللي لعب والخلاصات اللي يمكن خرجنا بها من هاد ديال المباريات. مجموعه من الاخوان، ناخذ معايا السي هشام من الرباط. السي هشام مساء الخير. السلام عليكم سي سعيد. مرحبا سي هشام. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك سيدي. بارك الله عليك سي سعيد. الله يطول عمرك سي بارك الله فيك. كنسمعوا تنتفكروا المنتخب الوطني في ايامات العز، ايامات 86، ايامات مرحبا مرحبا سي يلا. دابا حاليا منين جا يعني وليد الركراكي من الطراز الرفيع مدرب عنده رؤيه، انا بحكم انني كنت كنلعب كره وكنشوف الكره كنشوف كنتفرج في الماتش تكتيكمون تكتيكمون و سور لو بلان حتى سوسيال، يعني بالنسبه للمنتخب عندنا منتخب رائع. ياك كتبقى غير شي حيتيات، وانا غنهضر بحال مفتوح لان كنبغي الوطن ديالي وكنبغي البلاد ديالي وكنبغي فين ما مشى المغرب يبين ويكون صوره مزيانه، حيت نورمالمون المنتخب المغرب راه منتخب المغاربه دونك كيمثل الشعب كامل. صحيح. كيف ان شاء الله كنتمنى على انه كما تيقول القران يعني الامنيه راه نورمالمون خصنا نورمالمون يكون عندنا منتخب واقف كثيرا، عندنا منتخب عندنا مدرب كيبقاو حيتيات، وخص ضروري من الجامعه تنط النبض الشارع، راه كلشي كيطلب الحمد لله. عندنا عندك جسد واعر صحيح ولكن الراس ما كايناش. باش بغيتي تاج هذاك الانسان اللي هو مكون من دفاع وسط ميدان وهجوم يبقى غادي وكيوصل. انا كنوجه رسالتي مباشره للسي القجع، هو الصراحه داير خدمته خدام يعني كل شيء مزيان، كتبقى غير ذاك المساله ديال راه شوف اقسم لك بالله العلي القدير ويتصل
بجوج هادو جوج خصهم يجيبو بالعربي. وحمد الله قسما بالله تتبان الصوره ديالو واعره. قسما بالله تيوليو الناس كيبغيوه. يجيب جوج ديال الناس انديسبونسابل. لان راه عندنا منتخب وعندنا منتخب عندنا مدرب واعر. لا سور لو بلون تاكتيك، لا سور لو بلون تكنيك، لا سور لو بلون تواصل، انسان بحوكين الشوطي كيزرع داك كيزرع داك كيزرع داك داك الروح ديال ديال الصحبه ما بين بين اللعابه. ما 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 دايرش بحال انا راه الرئيس ديالكم ولا الشيف ديالكم ولا لا واحد من واحد واحد من المجموعه. شكون؟ لا لا هذا سي على وليد الركراكي. أيه واحد الركراكي أيه ماشي ليه أيه هذاك هذاك حيت هذاك ولد المنتخب وديجا يعني كبر فرنسا إلى ليسبري أوفير عنده واحد المدرب عندنا مدرب رائع كيبقى غير يتقلق ليه شوية على أنه المساحة ديال الحرية فيني فيني تصرف راه قسما بالله راه كيما دار المنتخب ديال الفوتسال شي الفوتسال منين خدم على خاطره راه وصل لواحد النتائج مزيانه. ايوا طلبوا على طلبوا على الخير طلبوا على الخير. انا كنتمنى انه يسمع رساله من واحد عزيز عليه القيع انا راه عزيز عليه القيع بان داك الشيء اللي دار راه لا سور لو بلون يعني الارضيه وجد الارضيه وجد كل شيء عطى واحد القيمه للمغرب. ايوا طلبوا على الله طلبوا على الله لانه يتحل. انا كنهضر شوف انا كنهضر باش يسمع هذه الهضره هذه. ايوا هي راه الكلام ديالك راه ماشي انت اللي قلتي راه بزاف ديال الناس اللي قالوا تقريبا هذا يعني ولا عندنا حديث يوميا طلبوا على الله لانه يتحل هذا الاشكال هذا الشيء اللي غنقول. هذا ضبط الشارع بالنسبه للتحليل ديال الماتش الاول ديال الشيلي فالشيلي حاليا هي فرقه كتلعب عندها لونغاجمون مي ماشي بداك المستوى البال المستوى اللي بان نورمالمون فين تخنق المغرب هي البارح مع الباراغواي حيت الباراغواي راه ديجا واخا لعبات مع البرازيل وراه ضربات البرازيل ب 4-0 في الاقصائيات ديال كاس العالم. سي لو بلون تاكتيك هذيك كتحط التاكتيك كما ينبغي وتصور معايا على ان بلجيكا راه ضربات الدنمارك اللي حنا نورمالمون كنقولوا غادي نلعبوا معاها شنو كاينين دي رومور تيقولوا على ان المغرب غيلعب غيلعب مع الدنمارك ضربات الدنمارك ب 4-2 كيفاش راه شي بلجيكا انا راه شفت الماتش وشتو تاكتيكمون وشتو تكنيكمون راه عندهم فرقه واعره عندنا غادي نلعبوا كونتر بلجيكا اللي كتسد الوسط وعندها جوج ديال المهاجمين اللي ما كيزقلوش عندنا ميري عندنا كندا حتى هي كتلعب واخا هما نورمالمون يلاه حديث يلا سيجام باقي ما وصلناش لكندا خلينا درتي قراءه في المباريات درتي الطلب ديالك سي سعيد حنا المازال لينا نورمالمون سيجام انا الله يجازيك بخير ومن خيرك للمستمعين راه كاين موراك سته ديال الناس قبلتي عرفت ولكن نعطي لكل واحد الوقت شكرا لك سي هشام شكرا سي هشام تعطي خمسه ديال الدقائق وتقول لي باش نعطي الوقت خمسه دقائق وتهضر سي هشام شكرا لك بارك الله فيك ولا واه اعطي الوقت واه شوي ديال ما كاين اللي تعطيك 30 ثانيه ودابا انا ملي تناقش مع الناس وليت نعطي الناس الوقت وهضرتي شرحتي كندا وشرحتي البلاد وهضرتي وذكرتي على كيف ما بغيتي وفي نهايه المطاف عطي الوقت شحال ديال الوقت اللي موراك دابا انا نزيد نضيعو حتى انا كاين سته ديال الناس قدامي هنايا الى كل واحد دار خمسه ديال الدقائق الاخراني خصو 30 دقيقه وتينتظر راه تهضر على المواطن ما تهضرش على راسي انا نهضر انا وياك انت ساعتين ديال ما انا ما عنديش مشكل ولكن اعتبرك ضيف ولكن ندير قدر الناس اللي موراك كاين شي نهار غندوزوه بدون كاين هذا بالضريبه ديال سي حسن ولا التيمه سي حسن مساء الخير سي سعيد بخير كلشي لاباس الله يبارك فيك سي بارك الله فيك بارك الله فيك عزيز علينا بزاف اودي بس ما كاين تفضل سي حسن اصبر لا ما انا ما انا تيبان لي انا اللي خايب ما تعرفش نتصرف ما انا هكا بان لي الامور حيت انا ما تنخبيش في قلبي تنقول واخا دي اذاعه تنقول انا واحد تيهضر خمسه دقائق ونقول اعطي الناس الوقت لا وانت الله عمر هذا شو ما كاع يلا سي حسن يلا ما كاين مشكل تفضل سي حسن المدرب هو اللي كيشوف اش كيصلح ليه هاد المقابلات الحديه راه كيستافد منهم المدرب بحال ربح بحال خسر بحال تعادل فاش المقابلات المهمه هي باش غادي يخدم ما هادو دابا راه
يشوف اش اللي خصو اش اللي مزيان ليه اش اللي خدام اشنو هو شكون اللي غادي يدخل في الاول شكون اللي غادي يخرج هذه هي اللي خص ماشي الجمهور الا تبعتي الجمهور كاع ما غادي تسالي الا قال لك شكون واحد عجبو شي لاعب يقول لك جيب هذا لا واجب هذا المدرب هو اللي غادي يقود الفريق هو اللي كيتحمل المسؤوليه الرئيس ولا راه ولا المكتب راه المهم هو المدرب هو اللي كيتحمل المسؤوليه هو اللي يجيب اللاعب اللي كيسمح ليه هو اللي عارف هاد المقابله باش غادي يخرج بها واش شنو التشكيله باش غادي يدخل واللاعب اللي وما كتعتمد كاع على اللاعب هذاك اللاعب كاع اللي اعتمدتي عليه ما يبقى ليه واحد المره ديال لونطريمون ويقدر يتعطب ليك الا تعتمدتي على واحد اللاعب تعتمد على المجموعه كامله وهذا هو السي تاع الشكر شكرا لك بارك الله فيك السي حسن الاختصار مشي السي علي من قلميم السي علي مساء الخير الو نعم السي علي نعم سيدي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيداير سي سعيد لاباس الله يبارك فيك بخير الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك نتمنوا لك دائما السعاده الله يطول عمرك يا سيدي الله في الاعمال ديالك الله يطول عمرك بارك الله فيك بارك الله فيك نتمنوا ان شاء الله تبقى دائما معنا في الاذاعه لا لا يخطيك بارك الله فيك واحد عندي واحد جوج نقاط الدلالي خصهم يدخلهم كاملين مدرب محترم يجربهم يشوف هذوك اللي جالسين جوج مقابلات خصهم يدخلوا يشوف اجربين تيلعبوا واش مزيانين واش تاهم خصهم يجيو يدخلوا في وسط الفريق كان يلعب كل شيء يلعب كل شيء لاقاش هذه غير ما تحب ما اربعه ولا خمسه ولا سته يدخل اللي بغى يخرج اللي بغى ماشي دينا ثلاثه ولا اربعه ولا لا الدلالي اللي معيط عليهم انا من الراي ديالي خصهم يدخلوا ويشوفهم ماشي عرفت هو اش غادي يدي اش غادي يخلي دار دابا الى ما لعبوا باش عرفوهم خصنا الهجوم الهجوم ديس كما قال لونار لونار قال لي المغرب مزيان الفريق ديالو سمعناه ولكن خصو الديس اذا الهجوم ايوا الله يكمل عليهم دراهم مزيانين تبارك بارك الله فيك سي علي بارك الله فيك شكرا لك نتمنوا لهم النجاح وتنتمنى لا يخطيك لا يخطيك بارك الله فيك بارك الله فيك انا مع المدرب المدرب ديالنا ما خصوش نعكسوا له ولكن خصو يدير واحد شكرا سي علي شكرا 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 بارك الله فيك بارك الله فيك مشي لقلمي ما عند السي عبد الحي السي عبد الحي مساء الخير السي سعيد حياك الله الله يحفظك السي بارك الله فيك الصبر الصبر ديما راه الصبر راه كل شيء ضروري غير بعد نوبات الصبر تيدبر واحد القضيه كاينه السي دابا راه المستعد على كره القدم دابا ودابا تيعطيها ما تسمعكش مزيان كرة القدم عندنا حنا من هبة ودبة تينتقد لا 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 غير شوف غير واحد يقول شي كلمة من قبيلة ندير واحد درت واحد الموضوع على التواصل وفين التواصل هو انك هضرتي خمسة ديال الدقائق ولا ستة ديال الدقائق والناس ستة ديال الناس تينتظروا مورك ما تقولش بان خلينا الناس يتكلموا ايه ماشي انت اللي غتورينا الأدب ديال التعامل مع الإذاعة سي سعيد هي كرة القدم اللي تنعرفوا على المعرفة المتواضعة ما عمرنا شفنا شي فريق في العالم قوي وخدا البطولات وخدا كذا بدون ما يكونش عنده وسط ميدان مجهد اييه صحيح هنا هاد النمره 6 والنمره 8 كيفاش نعرفوا نفكوا الكرات من وسط الميدان اييه قال لك ريفيلينيو العشره ديال 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 البرازيل في السبعينات هو الفيلسوف هو المرجعيه ديال مارادونا راه قال لك ما كايناش الكره تتلعب في الاجنحه راه الكره تتلعب في الوسط سي سعيد وحنا دابا حنا في مدينه تنشوفوا حنا دازو هاد المقابلات بجوج ماشي رسميا غادي نشوفوا الرسميات اللي حنا تيهمنا سي كندا شتها راه تفرج في كندا سون دي زاتليت سي سعيد راه اللعابه اللي كيدير لك 15 ثانيه تيديرها 100 متر راه هو اذا مشي يفك لك الكره اذا فكوا لك الكره في وسط الميدان وعندنا وسط الميدان ثقيل حنا غادي نقول لك انا على شي خصي يتقبل هذاك امرابط يتقبل هذا الهضره ديال انا ماشي حقدا فيه ولكن انا نلعب الكره هذاك الولد الاخر هذا اللي جاي جديد هذا صابيري صابيري كونديسيون فيزيك ها هو عندنا في البلاد هو عندنا في البلاد هذاك المهمه راه الكونديسيون فيزيك عنده هذا البلاد شحال عندك تجري 100 متر شحال كذا كذا كثير كذا لا بويسونس دري 25 عام ما نضيعوش راه الا مشات تكريك الكره وفي لي كونتراتاك راه كلشي دابا اللي عارف يلعبوا الفرقي على الكونتراتاك راه الا مشي فكوا ليك الكره في الميليو تيرا ومشاو بها واحد 10 متر راه كيصدقوا بثلاثه ولا باربعه في الكاري ديزويت عندك صح متفقين
وعندنا المدافعين راه تقال السي سعيد راه السي سعيد ما عمر كان تيلعب راه في الفرقة ديال الأولى راه كان تيلعب دومي تيران ما تيلعب ستوبر ولا ليبيرو. شكرا لك سي عبد الحي الملاحظة ديالك في محلها. الفرق الكبار اللي تيفوزوا بجميع الألقاب لابد يخص يكون عندهم وسط الميدان في مستوى عالي. مشي عند سي حميد مسلا. سي حميد سعيد. نعم سي حميد بخير بخير مساء النور سيدي بارك الله فيك. الله يبارك فيك ما نطولش عليك. انا عندي واحد وجهة نظر بخصوص وسط الميدان بحال اللي قال الاخ اللي قبل مني. انا كيبان لي بان املاح يضمنوا المدرب. شنو؟ المباراة الأولى اللي كانت مع الشيله كان الأداء ديالو مزيان. أييه. لأن المباراة الثانية لعبنا بهدف تقريبا 80% باش ننتصروا. ولهذا كان وسط الميدان في لاعبين هجوميين. فبالتالي أملاح هو دفاعي 70% و25% حتى 30% مهاجم. فبالتالي أنا تيبان لي أملاح راه هو مضمون في وسط الميدان. والنائب اللي غينوب عليه ولا اللي غادي يكون تعوضه هو صابيري. صابيري. بالنسبه لوسط الميدان السي انا كنت شحال اللي قلت لكم بان سي المرب ثقيل بزاف. انتم راه زكيتي واحد النقطه قلت لكم مشيتوا معايا فيها كل حاجه. واللي تنخاف دابا اللي تسمح لحدنا هو ان ضاري تحسن الاداء ديالو ولا تيمر الكرات في الارض. لا انا ما بقاش داكشي اللي كان في الدار البيضاء. يعني خدا وطبق التعليم ديال المدرب. واحد النقطه اخيره راه كاين بعض اللاعبين انا من خلال المباراه الاولى والثانيه لاحظت بانهم تتنقصهم اللياقه البدنيه شويه. بحال ناحي واحد الفراوي كان شويه ناقص بدنيا. جدي كان شويه لا ما بان لي ما بان ما صراحه انا ما ظهر لي شيء بان شي واحد فيهم ناقص بدني لان حتى واحد فيهم ما شرب الماء. لا واخا يعني تنشوف اللاعب اللي تيجري وتيلهث. لا 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 انا تيبان لي غير ربما ما يعني رايك يحترم غير انا بان لي الناس تبارك الله ما المجهود ديال المباراه الاولى ربما اثر وكما ممكن لا هذه متفق المجهود ديال المباراه الاولى غادي اثر شويه ولكن غير ذاك المباراه الاولى راه عطاتك واحد ما بين المباراه والمباراه صحيح صحيح غير هي غادي تكون على الفراقي كامل ماشي بحال دابا على الباراغواي كانوا كازين متفقين. وحتى الشيء اللي دابا لعبوا الماتش الثاني راه داو النتيجه على كل حال. باراغواي لعبت الماتش الاول ولعبت الماتش الثاني على كل حال. غير هو كما قلتي واحد اللاعبين راه كذا كما قلتي في اللي عيطوا له على كل حال في وسط الميدان بالهنده يعني لا لا ما لا ما كاينش العالم ما كاينش لا ما كاينش لا ما كاينش ما كاينش الامل ما كاينش الامل لا ينقص من قيمه اي واحد لا ابدا 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 لا كل شيء الحمد لله احنا من باب الغيره ومن باب انهم بغينا نكونوا احسن وافضل. شكرا سيدي. شكرا سيدي حميد بارك الله فيك. مشي عند لاله مليكه من اكادير. مشات لاله مليكه من اكادير. سي محمد من الدار البيضاء. سي محمد السلام عليكم. كيفاش زادوك لاباس؟ الله يبارك فيك سي محمد. لاباس بارك الله فيك. الله يحفظك اخويا. اللي غادي نقول لك الفرقه موجوده. اييه نبداو نكذبوا على راسنا. الفرقه تبارك الله موجوده. وليد الكرادي موجود. انا معمرني ما دخلت في شي حاجه. انا وليد تبارك الله عليه. الفرقه موجوده. لاطاك بغيت سؤال دابا الحمد لله لا جبنا المنتخب الله يحفظ وما دار والو فين غنسبيوها واش في المدرب ولا غنسبيوها في الناس اللي باغا عبد الرزاق فين غنسبيوها اللي غيتحمل المسؤوليه هو المدرب كالعاده ماشي ملي غادي اللي يتحمل المسؤوليه كالمدرب كالعاده ولكن خاص المدرب دابا خصو هو اللي يخدم هو اللي خصو يعيط عليه على خاطره ماشي يطلب عليه واحد الضجه وملي نعيطوا عليه غادي نولي نسدينا في المدرب وغنسدوها في اللي غادي يقول لك لا خاص عبد الرزاق يجي خاص حنا عبد الرزاق كويري ما غادي ما نحيدوش ليه ولكن المدرب راه داير خدمته خاصو يخلي الناس خاصها تخليه يخدم اكيد غنعرف انا راه كنتفرج في الكوره وتبارك الله عليه مشي البارح الماتش كاين اللي كيقول ناقص ولكن انا كنقول مزيان الماتش راه كان مزيان راه ماشي هي فرقه سهله هذيك ماشي هي فرقه راه تبارك الله راه من فراقي اللي تتراتي تيحنتو البرازيل حنتو الارجنتين في ياماتهم اما دابا ملي ما دازوش كاس العالم وحنا تعادلنا معاهم راه فرقه مزيانه وهادشي اللي غادي نقول لك وحنا بغينا نخليو غير المدرب يخدم اما يبقاوش ينوضوا عليه ديك الحراقيه لا بغينا عبد الرزاق بغينا هذا خليه يخدم على خاطره باش نسبيوه فيه هو بغينا نسبيوه بشي واحد اخر بغينا هو يتعمل المسؤوليه ديالو لراسو راه مدرب زوين والله يسهل عليه هادشي اللي بغينا يلاه شكرا على الفرقه شكرا سي محمد بارك الله فيك مشي عند سي شكرا لك مشي عند سي يوسف
من ايطاليا. سي يوسف مساء الخير. سي سعيد مساء الخير مرحبا. طلع عليك توحشناك بزاف. الله يحفظك سي بارك الله فيك. على ديما تصلنا وقت الخير سهله. مرحبا سعيد. الله يحفظك. سي سعيد شفنا المقابلتين يعني اللي شفنا تحسن كبير مع سي ولد الركراكي مع بنظر الماتشات اللي كنا كنشوفوا مع واحد كاين فرق كبير ما بين يعني منتخب اخر تحرروا الدراري شفنا البلاصه ديال المزراوي يعني عطى واحد اضافه كبيره نجح في كمدافع ايسر ما انا صراحه ما كنتش ننتظر غيوصل لذاك المستوى في ذاك المنطقه بالفعل هذا هو الربح الكبير اللي ربحنا يعني بلاصه يعني الحمد لله طروله بعدنا وحدها واحد القضيه يعني باش ما هذاش بسرعه بالنسبه للسي وليد اللي قال على سميتو المصيري اللي قال زعما راه خصنا نحافظ من هذا ندعموه وداك الشيء كنت بغيت السي وليد يدخلو في البارح رسمي باش يكمل داك سميتو وخا يلعب واحد 60 دقيقه ويخرج لان باش نتسموا كنعاونوه مزيان كان غير دخلوا واحد يدخل البارح باش يكمل يعني معاه داك بدا معاه يكمل معاه ممكن يحس به وقيلة مأثر او شي حاجه بحال هذا الشكل بحال والو بحال ممكن. والو ممكن ونتمنوا يجي حمد الله يعني على الله علاش لا الله الله والعكس امور في ساعه امين امين هادشي اللي بغينا حنا بغينا الا غادي يرجع غيرجع يرجع ويلقى الترحاب ما نلقاو شي عاوتاني لا راك عارف طبيعه اللي ما عاش الاجواء ديال الفراق كيفاش تعيش كاع ما يضر هذا الموضوع سي كريم سي كريم من الولايات المتحده الامريكيه سي كريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لاباس عليك سي سعيد الله يبارك فيك سي كريم بارك الله فيك امور هانيه الحمد لله عندي واحد السؤال غير سؤال شنو هو الهدف ديالنا من الذهاب للمونديال مثلا واش غنلعبوا ثلاث ماتشات ونرجعوا ولا نتاهلوا الدور الثاني لا ما شوف انا غنقول انا سولتيني نجاوبك ايه غير سؤال باش نعرف السؤال لان عندي سؤال من بين خلال الجواب ديالك نسوق واحد السؤال لا شوف كاس العالم انت مؤهل كاس العالم خاصك تمشي تعطي واحد الصوره مزيانه على كره القدم ديال الافريقيه لانك تمثل افريقيا ودي تمثل بلادك غتلعب مباريات ممتازه فين غتديك الله اعلم حيت انت المباريات الثلاثه ما ضمنهمش غتلعب مباريات بحال كيما درنا في كاس العالم دائما خصوصا في ديال 86 لعبنا درنا مباريات مزيانين تاهلنا ماشي كنا قلنا غنمشيو نتاهلوا حتى دابا ما تنقولوش غنمشيو نتاهلوا غنمشيو نلعبوا كره وداك الكره اللي غنلعبوا غتوصلنا اما تاهلنا اما تقصينا غير هو حنا تاهلنا للدور الثاني في 86 يعني نورمالمون ملي كنمشيو لكاس العالم دائما كيكون الهدف ديالنا هو الدور الثاني ان دزناه واحد اي قطعنا ذاك المرحله هادشي اللي كدير الدول انا بحكم ديالي في العيش ديالي في امريكا هنا الامريكان الا ما تاهلوش للربع النهائي كيهاجمهم الاعلام معلوم كيهاجمهم الاعلام هجوم زعما ما نعاودش ليه انهم تاهلوا الربع النهائي في 2002 وكانوا لعبوا كاع نصف النهائي في 1930 ضد الارجنتين دابا امريكا الا ما تتاهلش الربع النهائي في كاس العالم كيكون عليها هجوم كيكون عليها هجوم انهم ما داروا والو حنا تاهلنا في 86 للدور الثاني علاش ما تحطوش هذيك الصوره اننا فيما مشيو لكاس العالم خصنا نتاهلوا للدور الثاني زعما هذاك هو هذا سؤال يطرح علاش حنا ما تنديروش بالنا خصنا نمشيو للدور الثاني كل ما نمشيو كاس العالم خصنا نمشيو للدور الثاني علاش كنمشيو غير زعما ماشي مشكل لعبوا ثلاث ماتشات ورجعوا فحالنا لا حتى شي واحد حتى واحد ما تيمشي على ان غادي نمشيو باش نلعبوا ثلاث ديال الماتشات ورجعوا تيمشيو يلعبوا باش يقدموا مباريات على في 98 ولكن ما كيصرحوش ان الهدف ديال في كاس العالم هو الذهاب للدور هو تاهل الدور الثاني لان حنا تاهلنا كما كيديروا فرنسا وايطاليا والمانيا وكلهم بحال المانيا كتمشي على اساس انها تفوز لان فازت به البرازيل كذلك الارجنتين فازوا بكاس العالم ملي كيمشيو لكاس العالم تيكونوا على هدف انهم يديوه ثاني لانه فازوا به او فريق اهل الربع النهائي فتيكون هذاك هو الهدف ديالو في كاس العالم المقبل حتى حنا خلينا الهدف ديالنا انه حنا الهدف ديالنا نمشيو للدور الثاني ما كنصرحوش بان اللي كنسمع واه نمشيو نديروا مقابلات مزيانه وصافي ما كنسمعش ان نوع الهدف ديالنا يكون هو نحطوا فراء الهدف ديالنا هو اننا نتاهلوا للدور الثاني
مادام تأهلنا قبل فيمكننا نتأهلوا هذه المرة لما تمشيو لكأس العالم. هذا هو هذا هو السؤال ديالي اللي كان استغرب لي أنا، فهمتي؟ لأن كنشوف دول أخرى وكنتفرج في كرة في العالم كامل، لأنه كل دائما كيهضروا هما الدول الأخرى دائما كدوي على هذا الأهداف. دابا كرواتيا غتمشي لكأس العالم على أنها تمشي للفينال، لأن مشات للفينال، فهمتي؟ هذا هو أنا، هذا هو علاش أنا دائما كنسمع نمشيو نديروا مقابلة مزيانة، نمشيو نديروا مقابلة مزيانة، ما عمرني سمعت شي واحد كان نمشيو خصنا نديروا في بالنا أننا نتأهلوا للدور الثاني. ياك ملاحظ ديالك في محله. يا لزي كريم، هذا هو هذا. شكرا لك، بارك الله فيك زي كريم، بارك الله فيك. مشي عند سي ميمون من فرنسا. سي ميمون، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسيدي صافي بليزير نشوفك. الله يحفظك أسيدي، بارك الله فيك. الله يحفظك أسيدي ميمون. أودي صافي بليزير. المهم أنا عندي غير واحد النقطة بغيت نقولها. عندنا واحد المثال كيقول لي كان مزوق من برا أش خبرك من الداخل. أييه، أنا بغيت نفهم إذا بغينا الكرة المغربية تصلح ونعطي واحد الوجه ديال الكرة المغربية الحقيقية هي نخدموا البطولة ديالنا. احنا هاد اللعابة هادو ما خدمناهم، ما لعبنا، ما درنا لهم حتى شي حاجة، ماشي ديالنا وما كيمثلوناش حنا كمغاربة اللي ساكنين في المغرب. لا شنو ما تيمثلوناش ولا تيمثلونا؟ انا كنشوف ماشي خدمتنا هذيك. ماشي احنا اللي خدمناهم، ماشي احنا اللي يعني فورميناهم. انا بغيت واخا نمشي نهز نخسر ب 8 0 ويكون داك الشيء خدمتي باش نعرف النيفو ديالي. دابا بهذا اللعابه هذا النيفو ديال المغرب ما كاين، ماشي ديالنا، ماشي ديالنا، ماشي احنا اللي فورمينا. عندنا دي زونترينور، عندنا كل شيء، عندنا اللعابه، عندنا كنمشيو نتفرجوا غير في الدروبه في الصيف كيبانوا لك اللعابه يطيروا، ولكن شكون اللي كيقوم بهم؟ راه الا ما خدمناش البطوله ديالنا ما عمر الكره المغربيه غادي تتحرك. الا بقينا نتكلوا غير على ديال فرنسا وديال امريكان وديال هادي وديال هادي، وحنا واش رحنا ندير؟ انا يا كنشوف هنا احنا كنفتخروا، واخا راني فرحان تفرجت الباراغيات ديالي زويني، ولكن ماشي ديالنا. يمكن احسن مغاربه، ياك مغاربه؟ لا، المغربيه يا غير مغربي. مي واش انت خدمت واش بلادك المغاربه اللي زونترينر حنا ما عندناش؟ علاش ما يخدموش في البلاد؟ النهار الاول اللي كان تيمومي وكان هادي، واش ما كانش محلي؟ واش محمر الوجه؟ فين كانوا المحترفين؟ كان في بوزر بالا مرة وبصراحة ملي دخلوا هاد المحترفين البطولة لحناها، واش حنايا عندنا اللعابة ديال البطولة مرميين في التريبين وديال البرنامج الآخر؟ صافي دير كوا بلي البطولة ديالنا زيرو، بلي المسؤولين ديالنا زيرو، بلي لي زونترينور ديالنا زيرو. حنا بغينا نخدمو ديالنا ونطلعو اللعاب ونقبضوه، هذاك الشيء اللي غادي يمشي تقاضاه في بغيسك بحال هذاك، نعطيوه هدو في البلاد. علاش كنبيعو اللعابه ديالنا؟ علاش؟ من لا شوف هذا ترسي واحد الموضوع كبير اسدي ميمون، والى دخلنا فيه خصو ندوات سمعتيني؟ لانه شوف اللي غتعطيه بريست ما غتعطيه له شيء الوداد، بحال كيما كاين بزاف ديال القطاعات اللي ما تيخدموا شيء في المغرب وتيخدموا على برا وتيعطيهم اربعة ديال الاضعاف اللي كاين في المغرب. عندما الرياضه ولات رياضه عالميه ما بقى شيء ديال انه بلادي وبلادك، مغاربه تيلعبوا بالنسبه لي انا ما عندي اشكال، تكونوا لهنا تكونوا لهنا، يمكن عندنا مستوى ديال 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 التكوين في المغرب اقل، وكاين تكوين افضل في اوروبا يكون احسن. انا الى شي فريق ديال فرنسا، دابا انت تصعيد فرنسا، فرنسا لما تلقى اللعابه كاملين، هذا من الكونغو، هذا من الكاميرون، هذا من غينيا، قبطوهم كونوهم وردوهم فرنساويين. وي، ولكن لي فرونسي بغان بيت بليزير من كيتفرجوا. شكون؟ انا كنقول لك ما بغيت غير هذيك البنه اللي كنت كنتفرج في الحداوي ونتفرج في الاخر، ما بقاتش هذيك
ديك الحرقه ما بقاتش. لا لا خسر حاول ترضى. شوف ان شاء الله نهار نلعبوا مع كرواتيا وتكون النتيجه مزيانه غترجع داك الفرحه ان شاء الله. يا سيمي بقول شكرا لك سيمي بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. انا تنشوف فرنساويين فرحانين يعني تنقلب على شكون اللي هو فرنساوي 100% يمكن الحارس لوريس شي لاخر كله منين. سي رشيد من سيدي قاسم. سي رشيد مساء الخير. انا سي سعيد. مرحبا سي رشيد مرحبا. نتمنى لك التوفيق في البرنامج سي سعيد. الله يحفظك سي رشيد. سي سعيد انا اللي بغيت نقول هذه القضيه ديال الفيري وحمد الله عطيناها بزاف وبقيها. ما كنظنش انا شي مدرب غادي يدرب اي فرقه وما يبغيش يكون يبان مزيان. كنظن هنا راه هو يكون عارف لافون سونتر اللي غادي يمشي مع لاكوب دي مون ولا نقاش فيها. اييه. والقضيه ديال شنو سميت عليه اللي بغيت نسولك سي سعيد هو هل راك عارف هاد ليزاب فيفا واش المنتخب يعطيوهم شي مهله قبل ما يمشيو لاكوب دي مون كونسونتراسيون؟ بدون شك. انا اللي عارف هو انه اللائحه غادا تعطى اخر اجل هو 13 نوفمبر غير وقتاش غادي يديروا التجمعات نقلب على هذا الشيء هذا 100% غيكون عنده واحد الوقت لا غادي يكون واحد الوقت غيكون وقت غيكون وقت. بغيت السي سعيد في هذه القضيه هذه اللي غيكون كونسونتراسيون مادام ما يكونش عندهم ماتشات امريكان انا كنظن ان الجميع تعطيهم يلعبوها مع فراقي هنايا ديال المغرب بطوله الرجاء وداد بحال هكا ويديروا الدراري ماتشات في رجليهم باش شكون الفريق الوطني يلعب مع فريق مغربي هنايا؟ لا لا مستبعد وراه اللي ناقشنا السي سعيد هي الفقره كاينه موجوده وليكتيف كاين خاص تفاهم وماتشات هادشي اللي كان انا متفق معك غير هي باش يلعبوا مباراه هنا منا لا غير وارده ومستبعده وانا الا كنت مدرب ما نقبلها شيء لان فيه بزاف ديال الحساسيات وتضرب لك شي لعاب ولا شي فريق ينوض بغي يربح باش يقول لك احنا فرقه ديالنا ربحات الفريق الوطني لا لا من الاحسن هادشي ما في 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 شوف الفرقه كاينه سي سعيد في لا الفرقه ما خايباش انا صراحه يعني ما يعني اللعابه كاينين خاص غير انه نلقاو التوليفه الحقيقيه اييه ويولفوا الدراري مع بعضياتهم هادشي اللي كاين باش يكون تفاهم باش هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين يا سي رشيد والكفاءة ديال السي وليد راه ما ناقشوهاش ما كاينش شي واحد. يا والله يكمل بخير الله يكمل بخير سيدي رشيد شكرا لك سيدي رشيد بارك الله فيك. السلام عليكم الله يعاونك سي سعيد. سي عبد الرحيم من الدار البيضاء. سي عبد الرحيم مساء الخير استاذ الذوق وبغينا نهضروا على المقابلات بجوج وكنت قلنا بانه الاحتكار للكره راه مهم في كره القدم كنشوف المقابله ديال الشيلي اللي لقيتها اللي شفنا المنتخب الوطني تحكم في اللقاء وتحكم في الكره هذا اللي عطات السيطرة المطلقة للمنتخب الوطني وكان المنتخب الشيلي كيلعب على الكونتراتيك وخلق جوج فرص وهذه نقطة مهمة لا شاير لها الركراكي سميتو وكنشوف أنا المقابلة اللي تلعبات ديال الشيلي كان تغيير المدرب أول مرة الركراكي كيلعب مقابل وزياش ونزراوي كانت تأثير وكلشي بغى يبين بلاصتو وكانت اللياقة البدنية وكان الحماس كثير المقابلة ديال الأوروغواي كان ما بانش هذا الشيء هنا بزاف ديال اللعابة عرفوا الرسمية ديالهم وكان هادشي اللي كاين صافي بعد التغيير وكان بعد التعقد إنما كنشوف أنا في المقابلة الثانية الجهة اليمنى اللي فيها زياش وحكيمي كانوا ملي كيكونوا قرا ما كيخلقوش فرص حكيمي ملي كيدخل المربع كاريزوتي فاش خلق جوج ديال لوكازي يعني كانت هذيك الجهه هي اللي محركه وما بقاش الجهه ديال بوفال خدامه الا الجهه ديال بوفال سوا هذا المشكل ديال وسط الميدان ما خصوش يعتمدوا على الجهه اليمنى كثير يعني الركراكي خصو يفهم هذه النقطه هذه راه ماشي لصالحه الكره كتمشي بالجهه اليمنى كثير وكتبقى واقفه هذاك الشيء علاش زياد سد الكره كثير بالجهه اليمنى كان مخصوم هذه المشكل ديال وسط الميدان انما بغينا نهضروا في الكره والاختيارات ديال العامة راه هو قال لهم من المقابله ديال الشيلي راه كونتر كرواتيا ما غنمتلكش كره اذا شنو اغلبيه غنكون كندافع كنسد المنافذ هذه المقابله ديال الشيلي لا علاقه لها بكرواتيا يعني هنا مصيري اللياقه البدنيه وكيحتاج لا باسونتر اللي يكون كيرجع الكره ويرجع يلعب لك 90 دقيقه بهذاك الايقاع راه كيتطلب حتى حمد الله خصو يكون في هذاك النموذج اللي فورمو في الفورمه راه ماشي الاختيارات كتختار بانه يدخل اللعب ويقلب النتيجه لا كره القدم كتلعب بشكل جماعي وانا كنركز على المشكل التكتيك خاصه وسط كيفاش الجروب كيلعب
كيفاش ملي كيكون طالب وسط الميدان يعني ما يخليش الفراغات ديال الشيء اللي وقع جوج ديال لوكاسيون. وهذا بالنسبه ليا راه هو السبب، وبانه المقابله اللي غتكون مع كرواتيا راه انا كنقول الورقه ديال الحمد لله راه المدرب فيه غيلعب عليها في الاخر باش تكون هذاك التشجيع ديال الجماهير. ونكون انا تمنيت لو كانت المقابله ديال الشيلي هي كرواتيا بكاس العالم صراحه بالطريقه باش دخلوا يقلبوا الطاوله على كرواتيا وهو كيلعب على النقطه كيفاش محضر العقليه وباش يجر كل ما عنده في المقابله الافتتاحيه خاصه المقابله ديال كرواتيا اللي خدا نقطه راه بالنسبه ليا اللي نجح بكاس العالم حيت هو لازم مع كرواتيا غيلعب مقابل الاخر يدوز. المقابله ديال كرواتيا مهمه ونهضروا مازال في هذا اللقاءات اللي غيجي. وشكرا شكرا لك سي عبد الرحيم بارك الله فيك، قراءه تقنيه معقوله مزيان. نمشي عند سي حسن من اكادير. سي حسن مساء الخير. مساء الخير استاذي سعيد زادوق. مرحبا سي حسن. تحياتي لك استاذي سعيد زادوق. مرحبا. البارح كنت باغي نتواصل بك سي سعيد باش غير نعزيك في الاستاذ عبد الفتاح العراق. الله يرحمه مسكين. الله يوليه برحمه الله. واحد من الاساتذه اللي تلمدنا عليه اليوم بالمذياع ومازال الاذن ديالنا تطرب اصوات ديال سي عبد الفتاح العراق الله يوليه برحمه الله، وكذلك الوالده ديال اللاعب ديالنا الدولي السابق سي عبد السلام الغريسي الله يوليها برحمه الله. نتمنوا لها الرحمه والمغفره والثواب. اولا تحيه للجمهور ديال اشبيليه اللي كان باح في اشبيليه سي سعيد. كانوا مزيانين. ما كانش تصرفات. لا كانوا مزيانين كانوا مزيانين. ما كان حد اللي دخل التيران، ما كان حد اللي الناشط الوطني احترم الى حد ما. بالنسبه للتصريح ديال الكراكي سي سعيد، هو كاع الناس دابا كيحاسبوا الكراكي على ذاك التصريح ملي قال له اي، ولكن نحاسبوا الكراكي ما كان مش كيقول لك علاش ما كنحاسبوش التصريح ديال الحمد لله. واش انت لاعب دولي دابا الا سولنا حكيمي كيلعب باريس سان جيرمان حدا ميسي حدا نيمار حدا العمالقه، ولكن الا سولتي حكيمي قلتي لي واش تبعتي الندوه الصحفيه ديال وليد الكراكي غيقول لك تبعتها مباشره كنت متبعها حيت انا لاعب في المنتخب وخصنا نعرف اش كيقول الكوتش ديالنا. وكيفاش انت غادي تجي وتقول لي اشنو قال يعني احنا مغاربه احنا كنفهموها الطريقه اي اي انا شوف مغربي مغربي نكونوا نحللوه بالمغربي ديالنا. راه حتى الكراكي قالها في الندوه الصحفيه الثانيه فسولوه الصحفي قال لك شنو قال ايوا غندخلوا في داك الشيء ديال انا مثلا انا ما تمش به يعني اشنو قال له لا راني شفتو انا الا كان هو ما سمعنيش انا راني سمعتو يعني ان المدرب متبعك هو متبعك ومتبع التصريحات ديالك. هذا الشيء ديال اللاعب يقدر يكون يقدر ما يكونش راه تاريخيا كاين هذا الشيء تاعي راه كان سي بدو الزكي كان تعرفت في الاوج ديالو وكيقول لك انا كاين تصريح ديال بدو الزكي كيقول لك ما غنعيطش ليه واخا يكون عنده 10 رجلي هذا بدو ولكن ما كناش كنناقشوا حيت هذاك بدو الزكي عبد الخالق اللوزاني الله يولي رحمه الله ما كانش كيجيب الدوجي وكان الدوجي في الاوج وكان كيجيب حميد الدوش ويجيب الركوبي ويجيب الناس اللي كي حيت هذا ستان جروب سعيد راه بحال احنا دابا غير في اصدقاء في العمل عندنا ان جروب واتساب عندنا واحد ملوث 40 واحد في جروب واحد اذا راه بحالك راه ملي كتبغي ولو تبغي دير غير الرحله كتبغي دي معك الناس اللي غينجحوا معك الرحله ماشي راه واش دابا فوزي القجع كره هذا هو يجيب هذا اللي غيفرح ليه سميتو واش وليد الكراكي كره ولكن بعض المرات راه كاين ديك الشديه نقطع عليك حنا بيناتنا المغاربه هذا الشيء خصو مصالحه ومصالحه ما عندهاش الوقت دابا خصنا نجلسها وانا نعتذر وانت تعتذر وانا نعتذر وخصنا واحد جوج معسكرات ولا ثلاثه باش عاوتاني اللاعب يرجع للمياه المجاري ديالها راه بزاف ديال الحوايج اللي خاصها تقنيا. انا سي سعيد سمح لي نقول لك انا زياش انا في الجهه اليمنى ما نكذبش عليك انا ما كرهتش يرجع لوسط الميدان حيت ذاك خصنا واحد بوفال من الجهه اليمنى ما البارح زياش ما كان بحال الا مخبور شويه في ديك الجهه اليمنى انا ما كرهتش انا واخا انا ماشي تقني ولكن يمكن الفاعليه ديالو حيت حتى حكيم دوك الطلعات اللي مولتين ديال حكيمي ما شفناهمش بحال الا مقزوج حتى حكيمي سد عليه اذا خصنا واحد نقدر نعطيك مثال بين مزدوجتين وناجم في وقيته مثلا دوك لي زانفازيون اللي كان كيدير وناجم ويدخل وكذا هذوك هما اللي خاصنا من الجهه اليمنى. اما المنتخب ديالنا زوين وباش نعرفوا واحد القضيه اخرى ان كنا كنطلبوا مدرب وطني هو المدرب الجناب الوطني هو ما كاينش المنتوج الوطني من غير اشرف داري ما كاينش المنتج الوطني حيت ما كاين ما تجيب السيد اللي كان الشريعه الله
كيقول لك الثمانينات وخصنا المنتوج ديالنا، وراه المنتوج ديالنا راه تعصر البطوله ديالنا ما نعطيوش المزراوي، هذا تعصرها كلها، تعصرها كلها. ما انا الناس اللي تساعد والله ما كرهنا، اقسم بالله ما كرهنا كلشي لعيب نيس. عبد الصمد البركي انا اللي بان لي انا في 10 سنين هذه كامله مع كامل الاسف ما خدش حقه، ما اخذش حقه الشيء. عبد الصمد البركي هو اللي كاين شي شويه اللي لا 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 ونقاش في وسط الميدان ديك القتاليه ديالو، غير ديك القتاليه ديالو، انا ما كاين شي حاجه ما متولي. لا 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 متولي كان واحد العصفور نادي صحيح اساس ما خليه من الناس اللي ما خداوش حقهم، متولي في الاوجه العطاء ديالو ما خداش حقه وما خداش حقه. المباركي بالخصوص، لا المباركي كان شي حاجه نادره ولكني ما نعرف كل كيف تشوف الكره. دابا ملي كنقولوا المبارك مثلا متولي بحال العلالي اللي كان في الوداد، بحال رضا الرياحي، بحال الناس ما تعطاهمش حقهم، بحال التهامي اللي كان في ليفار، بزاف 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 ديال اللاعبين. وتحياتي يلاه شكرا لك، شكرا لك. نمشي عند السي حسن من مراكش. السي حسن مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام سي حسن. سي سعيد بعدا تعزيم الحراس سي فتح الحراق اي الله يرحمه مسكين السعدي رحمه الله، وبهذا المناسبه الالمه تذكروا عزيز الغازي وش يقول له الايوبي وسميتي اكدير الله يرحمه والغربي والعين وكي دير الاصدقاء ديالك سي حسن والسي الحمر. الحمد لله كل شيء في امل، كل شيء في امل سي حسن. هذا من جهه وحيي هذاك الفريق الوطني ديال المكفوفين، انا قاليتيه الزرايه الوطنيه ايه مره. انتم الاعلام شي شويه عندكم نقص، ما خاصكم هذا واش نسيتوا ما تذكروش. لا 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 شوف واحد القضيه، شوف انا 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 جميع الاحداث الرياضيه تغطى بالنسبه لراديو بلوس، عندنا قسم رياضي عنده برامج رياضيه تتقدم فيها الامور كامله. البرنامج ديال النقاش في الرياضه هو برنامج تتابع اللي بغيتي نهضروا على المكفوفين نهضروا مع عليهم دابا، ما كاين حتى مشكل، اي واحد تيهضر على شي موضوع تنهضروا عليه. الله خمسة المرات يديوها في المغرب والمقابله النهائيه ما تنتسناوها بغينا الشغف. انا نشوف واحد القناه ما بغيت نقولهاش في يوتيوب وهذا ما ايوا على كل حال، على كل حال على ايين على ايين. بالنسبه للفريق الوطني المغربي تنهضر معك تنقول انا الوليد الكراكي الله يولي بامره غادي يوقع مسكين في ورطه، هو كف وعنده خاصو داك الحنان ديالو وداك الشيء، كيفاش غادي يليميني هاد خمسه؟ انا سهلوا 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 بالنسبه لي سهلوا لا سهلوا سهلوا ايه، ولكن على اي نرى بين شوف هذاك حارث اللي تيبدا تيهضر هذا راه باين بانه راه ما تيعطيش ما عنده ينصميطاير الهضره ما فيه زيدي البارحين ولا هذا. شوف شوف اللعابه اللي بيني، ولكن اشوف خصو يقلوا من ذاك المراوغات بوفا المعلم، ولكن تيكثر واش حنا بغينا حنا انا الميني فوتروكا واللاعبات والثقات وداك الشيء، اضرب يا الشبكه ويتمشي للشبكه تيمشي يضربها ما تيضربهاش هي هذيك. يا سي حسن ما الوقت تداهمنا وعندنا مكالمات من الخارج ناخذ معي. شكرا سي حسن بارك الله فيك. مشي عند سي طارق من نيويورك. سي طارق سي طارق السلام عليكم سي سعيد. وعليكم السلام. وعليكم السلام سي طارق. ساعه سعيده هذه. الله يحفظك مولاي. وحنا مفتخرين بك سيدي. الله يطول عمرك سي بارك الله فيك. النقاط الله يرضي عليك. اييه تفضل تفضل. المنتخب المغربي هي صراحه كاينه الروح الجماعيه ولكن كتغلب عليها حتى الانانيه. اييه يعني كل لاعب كيحاول هو يبين بلاصتو او لا شي حاجه، يعني ذاك التعبير اللي عبر فيه سعيد الركراكي تعطى الثقه للمسيري ضامن بلاصتو مع المنتخب، حتى اللاعبين حتى هما كيحسوا بانهم ضامنين بلاصتهم، يعني ولا ما كيهمهمش المنتخب ولا كيهمهم يلعبوا. نورمالمون خاص واحد في الفريق هو اللي كيتكلف بالمراوغات. نرجعوا للبوفال، بوفال علاش كان كيكثر في المراوغات؟ إذا لاحظتيها ملي كيشد الكرة راه ما كيلقاش حتى شي واحد داخل معاه. لما نعطيها. هذا السونتر اللي غادي يخرج عنده. هذا السونتر اللي غادي يخرج عنده يلعب مع أمير بنزير ما كيلقاش. هو أوبيجي عليه باش يكثر في المراوغات. ممكن. تلاحظها. هذه هي النقطة اللي بغيت نشير ليها، وكنطلب من وليد الركراكي راه الحمد لله المنتخب راه غادي مزيان، الفريق راه غادي مزيان، راه عنده فرصه من ذهب، خاصو يعرف ان حتى شي اونترينر ما تعطاتش ليه.
راح حتى الزكي براسو ما تعطاتوش هذه الفرصه، لان الزكي اللي جا راه ما لقاش منتخب جاهز واحد 60 فيا. دابا راه الكراكي راه عنده لاعبين، عنده كاين الفرقه كاين اللعابه كاينين، عنده لاعبين. المشكل اللي عنده هو كيفاش يفصل بيناتهم. لا وواحد النقطه اخرى، اشنو رايك، انا بغيت ناخذ غير رايك انت كصحافي، اشنو رايك في هذيك اللقطه اللي بانت ديال طراحيني والتقناوتي ويحيى عافيه الله؟ يعني انا صراحه والله انا اثرت فيا، يعني حسيت واحد شويه نقص من المعنويات ديالهم، ولو تعطي الواحد فيهم فرصه يعني انت جربتي يعني جربتي اللاعبين في الديفونس، عندك مزيانين يعني ضمنتي لهم بلاصه، علاش ما تعطيش فرصه ليحيى عافيه الله ولو غير ساعه؟ لا شوف تغيره. لا هو لا سي طريق، شوف بالنسبه للمدافعين انا هضرت عليهم قلت لك بانه اذا لاحظتي بانه ما غيرش الدفاع نهائيا للمباراه اللي لعبت، الدفاع اللي لعب في المباراه الاولى ولا في المباراه الثانيه، اي انه هذوك هما اللاعبين الرسميين متفقين، هو ضروري انه غيدي مدافعين، ضروري يديهم، وهذوك المدافعين اللي غادي يدي باين هذاك هو الاختيار الثاني، هذاك اختيار ثاني لا فيها لا دي ولا هذه. بالنسبه لهذوك بالنسبه للاعبين اللي كان تيجرب، ماشي كان تيجرب، هو عنده هذاك بحال دابا مثلا املاح وحارث لا املاح ولا هادو عنده بالنسبه لهم مستوى متقارب، لعب هذاك الماتش الاول ولعب هذاك في المباراه الثانيه، يعني كانه بحال ما ماشي عنده اختيار اولي، بغى يشوف شكون الاول شكون الثاني. اما الدفاع محسوم الحكيمي، ما كاينش شي واحد اللي غينافسو هو ولا هو هو المزراوي، متفقين؟ المزراوي ولكن المدافعين اللي كاينين عندنا دابا تماك غايمشيو لكاس العالم، حيت ولا بد خصك تدي مدافعين واخا ما تلعبهمش، حيت هذاك اختيار ثاني. بالنسبه له هو تيقلب على الفريق اللي غادي يلعب، الفريق اللي غادي يلعب دخل الاختيار الاول، وفي المقابله الثانيه دار جوج ديال التغييرات راك شتيهم، وبدا يغير في اللعابه اللي ممكن يلعبوا. اما الدفاع صراحه الدفاع راه ما غادي يلعبوا غير هاد الاربعه ما عدا لا قدر الله الا شي واحد تصاب فيهم، حيت ما كاينش شي مقابله اللي غيجي يقول الحكيم انت غتجلس انا غنلعب موفي والمزراوي ما غتلعبش في المقابله تالي انا غادي نلعب عطيت الله، ما كايناش القضيه هذه. ولكن بالنسبه للوسط الا ما لعبش املاح ولعب الصابري عاديه، متفقين؟ اذا كان تيغير الامور اللي ممكن يغيرها، اما الامور اللي ما تغيرش ما قاسهاش. شكرا لك سي طريق. وما كتلاحظش. نعم. شكرا شكرا. يلا شكرا لك، بارك الله فيك. مرحبا بك سي طريق نوبه اخرى ان شاء الله. سي مصطفى من سيدي بنور، نختموا مع سي مصطفى. سي مصطفى. السلام عليكم. نعم سي وعليكم السلام سي مصطفى. تحياتي لك وتحياتي للطاقم. الله يحفظك، بارك الله فيك. فغادي نتكلموا خويا سعيد بالنسبه ل يعني راني نقولوا نتبع البرنامج التدخلات ديال الاخوان. كنتكلموا على الاختيار ديال وليد الركراكي. فاحنا الحمد لله بعدا مني بعد من هذاك قاص حراس، وحنا كنا كنتسناو المردود النتيجه، هادشي اللي بان مع وليد الركراكي في جوج مقابلات وماشي ساهلين ضد جوج منتخبات اللي هو تشيلي والباراغواي. الحمد لله عشنا واحد الجو زوين في المقابله الاولى ديال مع المنتخب في المقابله اللي ربحنا فيها 0 مع الباراغواي. المقابله ما كانت سهله، المنتخب الباراغواي راه لعب عنده راه محسابين في اغلب الانديه الاوروبيه، يعني كاين تدخلات ديال الاخوان السي سعيد كيدويو كيلوم بعض اللعابه بحال المصيري راه ما نساوش، ما غيكونش نكره الجميع، راه فرحنا ضد اسبانيول بواحد الهدف اللي ما كان داز ما بين احسن الاهداف اللي تماركات في كاس العالم في روسيا. ف يعني كما قال واحد الاخ راه بالنسبه لمصيري راه كاين واحد الضغط كثير عليه اعلاميا، اللاعب كيمر بواحد الفراغ مع النادي ولا مع المنتخب. حنا كنتمناو ان شاء الله حنا كجمهور مغربي بغينا نساندوا هذا اللاعب، يعني راه كاين نقاط اخرى سي باش ما نطولش عليك السي سعيد. بالنسبه للعابه كيلوموا بعض اللعابه ديال بحال بوفال وزياش، يعني بحكم يعني كيبقاو شادين الكره بزاف. الى لاحظنا ورجعوا وتفرجوا بواحد البروده في المقابلات جوج، راه بني كتضيع كره في الهجوم راه كيكون المساند ديال الدفاع وهما المهاجمين، الحمد لله هادشي اللي كنا كنفتقدوه مع الوحيد خالد، يعني ولات واحد الروح في المنتخب المغربي.
راه خاصنا نكونوا ايجابيين. راه هادشي راه سي سعيد راك ديما متبع البرنامج ديالك راه ديما كنتي ايجابي وهادشي راه خدينا منك الحمد لله راه حنا سنوات حنا متبعينك. لا اختك سمسره ان شاء الله ان شاء الله سمسره ان شاء الله مع المنتخب وراه محتاج المسانده ديالنا ان شاء الله وتحياتي لك. شكرا لك سي مصطفى. سي مصطفى شكرا لك. سي احمد تيقول رحيمي والكعبي مظلومين، هناك لاعبين لا يستحقون اللعب. ما الحبذا لو كنت قلت لي شكون هما اللي يستحقون اللعب باش على الاقل مادام انه سي محمد اجانا الاستاذ سعيد حنا الرقم 9 ما عندنا شي يعني المهاجم ما كيعرفوا شي يتمركزوا باش تجيهم الكره. امزي ابراهيم خلاصه المقابلتين فريق لا باس به دفاعيا متوسط وسطيا ضعيف هجوميا ولكل مقابله ظروفها وخاصيتها. هذه الاراء ديال المستمعين ماشي واحد عنده راي وسط الميدان لو ضعيف انا نقول له متوسط ما حنا راينا قدمناه. السي حسن تيقول الحمد لله مهاجم كبير لكن الرياضه اخلاق ويجب احترام الاحترام المتبادل بين جميع مكونات الفريق مع شيق بال حيت شوف كاين لاعبين تيقولوا بانه شي واحد تيهضر على شي واحد ما كاينش انضباط وهادشي هذا انا ما صعيب نهضر على شي حاجه ما شفتهاش عينيا صعيب عارف. الحمد لله تنعرفوا لاعب كبير ولكن شنو راج هو اللي عارف الحقائق ديال الامور. اللاعب ديال الصابيري كيشبه اللاعب السفري هذا السي حسن العسري. سي عبد العزيز امله تيقول تصريح الركراكي بخصوص النصيري راه متسرع ورط به نفسه. ما انا هضرت قبيله على القضيه ديال التصريحات وانا زعما وليد زعما تنعرفوا بانه تيتكلم مزيان يمكن غير في هذه اللحظه هذه بغى يدافع دافع بطريقه حيت التاويلات يمكن عاوتاني بالعربيه ما عرفش يبلغ بشكل كبير هذا توارد. انور الصحيح تيقول رجعنا للعب القديم بعد مباراه الشيلي واللي تفوق فيه المنتخب اداء النتيجات المباراه الباراغواي تطرح علامات استفهام شنو واقع. ما شوف المباريات ما تيتشابهوش شيء حنا اللي ما كاينش شي واحد يقول لا اليوم غندير مقابله كبيره. هذا الكلام راه تنقولوا نعاودوا ما تقولوا بدي بانه غنحاولوا نديروا مباراه مزيانه غنحاولوا غنديروا جهدنا ولكن واش طلع لك مقابله وما طلعش شيء حيت ماشي بوحديك راه 11 لعاب هذه 11 يعني بعد نوبه تبغي تلعب الكره وما تطلعش الكره بعد نوبه تطلع لك مباراه من اروع ما يكون وبرع من المشاكل. راه كاين بعد نوبه فريق اللي تيقول لك راه مشاو حتى اخر لحظه وما تغداوش بزاف ديال الامور ووصلوا حتى بقات قسمين المقابله ولعبوا وربحوا ماشي هذا هو القانون ديال الكره. وكاين شي واحد اللي تيمشي بيومين ثلاث ايام واكلين مزيان وناعسين في 5 ايطوال وبزاف ديال الامور مرصيه والرئيس داير معاهم جوج ديال المليون وما تيلعبوش مزيان. الكره هي هذه المهم خص بالمجهود غير ذاك المجهود خص الناس تحس به. الا ما طلعتش الكره ما عندك ما دير الريا هذه. السي طاهر تيقول ساموا انهم سمعوا الركراكي كيتكلم على العاطفه وليس على العمل غادي نعاونوا النصيري. بلجيكا عندهم دفاع وسط ميدان واستحواذ الكره بلجيكا عندهم كل شيء هذا السي محسن عندهم مزيان. الحسن تيقول لقاو بلي النصيري اتاكو. خويا سعيد الى جينا نديروا تحليل بالمستوى افضل تحليل بين مستوى افضل من شديره او ريال ماي لا ما المدرب غادي يبقى مزيان. سي اميرو مع البرازيل توز 5-1. البرازيليين تشكاو شويه لانه كان شي لعب كان غيخرج لهم هذاك على نيمار. المغرب كيبان ليا غادي في مستوى مزيان قليل لي دواء وعلى زياش اللي دار ماتش كبير لا عنده امكانيات زياش. هذا سي عمران الخلوفي حاول باش تتكلم على القميص مع هذا المنتخب لعب به الفريق الوطني البارح
ما تيضع القميص ما القميص قميص بيض ما عرفش ما نغدر البال شي القميص اللي تيهمو الكره ما كنت خذا الكره ديال زياش ضربات في العارضه كون كلشي تنهضر عليها يمكن على هادشي باش يمشي هو للجهه اليمنى حيت تيمشي للجهه اليمنى بحال كيما كان تيدير الهولندي روبين تيديرها وتيديرها دابا ديال برشلونة تيكسروا الناس سميت يهربوا ديمبيلي حتى هو بحال الرجل ديال تيمشي ويضربها والدور اللعبه قلال اللي تيديروا هادشي تيدير اسانسيو يعني هادشي اللي عند زياش تيدير عند واحد اللعبه محسوبين في العالم وتيديرها شكون اخر حتى محرز كاين اللعبه اللي عندك الرجل اليسرى تيديروا بحال هاد الكويرات هكايا ماشي اي واحد تيديرهم تيبان لك غادا بعاد الكره بعيده شو الحارس بقى يتبع بعينيه اذن تظهر لي هالشي اللي يمكن يتقال وبزاف ما يتقال على الفريق الوطني طبعا بقى عندنا الوقت غدا ان شاء الله غنذكروا على منافسات البطوله الوطنيه اللي غتستأنف نهار الجمعه ونديروا قراءه في المباريات ونشوفوا هذا التوقف ديال جيل الاسابيع واش فاد اللعاب واش الفراقي ولا ما فادهم شيء شكرا للجميع الى اللقاء.